السلام عليكم اهلا وسهلا والف سلام ميت هلا دكتور مرحبا كيف حالك؟ الحمد لله ماشي الحال ماشي الحال استفدناكي الاسبوع الماضي والله والله اني كثير زعلت بس شاف بشار ما كانت تزبط الانترنت مثل مثل الضره الانترنت بسوريا <applause> <مرة> دائما <applause> مره مره بس يعني هلا الله غاين الله غاين بسيطة بسيطة الكل عم يقول لي يعني يعني والله طلابنا بحياتهم ما حسيتهم تفاعلوا هالقد الكل عم يعلق ويكتب وهوب فلي عم يكتبوا آه عم يكتبوا بلوجز عليها اتس اتس يعني قد قد الفعل جميل يسلم ايديك لا العفو حتى حتى اليوم بشار عم يقتل حاله قال لي انا ما عم بقدر ادخل سلمها لهبه لتفتح وقلت له ابعث لي اذا بدك انا بفتحها من عندي آه ف ما آه عنده شيء اليوم يلا يلا بعتقد انه صاير عنده مشاكل بال... بالانترنت يعني اه, آه ف... فبس الله, الله غير. ما بدنا ما بدنا ما بدنا ناخرك واهلا وسهلا من الكل مثل ما عم يقولوا آه هوبفلي يعني whenever you to start we're ready وانا بدخل انا وهبه يعني. يعني طيب تمام تحبي نبدا مباشره؟ تفضل تفضل يعني عندنا عن 21 طالب وكله عم يدخل هلا طيب ممتاز بدايه يعني اسعد الله اوقاتكم بكل خير ويسعدنا انه إن نتابع احنا السبت الماضي كان لنا وقفة مع شيء سميناه نموذج الاتصال وأذكر أن نموذج الاتصال كان عبارة عن سميناه أربعة بأربعة لأنه بتشكل من أربع ركائز وكل ركيزة في لها أربع مدخلات وتحدثنا أول ركيزة كانت عناصر الاتصال فكانت رباعية مرسل مستقبل قناة ورسالة والمهارات كمان كانت أربعة عندي متحدث في المحادثة والإصغاء والقراءة والكتابة والركيزة الثالثة دورة الاتصال اللي هي السايكل كمان بتمر في اربع مراحل المرسل مسؤول عن مرحلتين والمستقبل مسؤول عن مرحلتين اول شيء يبدا المرسل بتحويل الفكره الى رساله وبعدين بيختار القناه وبيرسل فيها الرساله والا القناه قد تكون افضل قناه واغنى قناه في الاتصال والتواصل هي وجها لوجه واضعف قناه هي انك ايميل او مكتوب والتليفون هو حاله وسطيه في قنوات الاتصال من حيث غنى قناة الاتصال لكن أغنى قناة الاتصال هي وجها لوجه أنك تقرأ المرسل والمستقبل سويا في نفس الاتجاه بعد هيك لما ترسل بيجي المستقبل بيعمل عملية سميناها عكس الانكودينج هي ديكودينج بيرجع الفكرة إلى رسالة وبرجع بتفاعل بتغذية راجعة تستمر عملية الاتصال والتواصل وقلنا احنا الفرق بين الاتصال والتواصل انه الاتصال باتجاه واحد التواصل باتجاهين بتصير دوره كامله من الاتصال والتواصل بعدين قلنا انه الركيزه الرابعه هي المستويات وقلنا انه في اربع مستويات في مستويات داخل المؤسسات او داخل الاسره من اعلى الى اسفل هي مثلا من المدير العام الى المدير من مدير لرئيس قسم رئيس قسم لموظف هاي من اعلى الى اسفل تاخذ شكل التعليمات والتوجيهات واحيانا الاوامر وفي عنا من أسفل إلى أعلى من موظف إلى رئيس قسم من رئيس قسم إلى مدير من مدير إلى مدير أعلى منه من مدير عام إلى وزير فهاي من أسفل إلى أعلى تأخذ عادة شك شكل معلومات أو طلبات وفي الأغلب هي طلبات أو ديمانس وفي عنا الاتصال الأفقي بين نفس المناصب بين الموظفين أنفسهم بين مدراء أنفسهم وهذا ثلاث مستويات وما خارجيا هي الاتصال مع المتعامل وحتى داخليا وخارجيا في العائلات أن نفس الشيء بس دقيقة عذرا على المقاطعه وقلنا اذا خارجيا بيكون مع العميل لكن داخل الاسره ايضا في من اعلى الى اسفل من الاب والام الى الابناء في من اسفل الى اعلى طلبات الابناء للعائله او للاب والام في افق بين الاخوان والاخوات انفسهم وفي عندنا خارجيا مع خارج العائله أه وتحدثنا انه كثير من المشاكل 75% من المشاكل اللي تحدث في المؤسسات او في المجتمعات بشكل عام هي في الاتصال او التواصل وتناقشنا في اكثر المشاكل الاتصال والتواصل واخر مناقشه كانت لنا اذكركم هي متغيرات الاتصال والتواصل فكيف يغير كيف يؤثر العمر على الاتصال والتواصل، المنصب، المستوى التعليمي، الجنس وعلاقه الذكر والانثى في الاتصال والتواصل وكان هذا اخر حديث لنا. اليوم راح نتابع في نفس الموضوع وراح ابدا بشيء اسمه علم نفس التواصل وعلم نفس التواصل خلينا نشوف اول شيء ما يسمى السمات لكن اول شيء الشخص لازم يفهم نفسه يعني بدون ما يفهم نفسه مش راح يقدر يفهم الاخرين وللاسف في الدراسات يعني والابحاث في علم النفس بقول لك يعني كثير ناس ما بيعرف حاله ولو جيت انت سالته معلش مين انت فبفكر انك عن اسمه احنا في عندنا الشخص اللي فاهم نفسه عارف نقاط قوته نقاط ضعفه مهاراته موهبته منظومته القيميه وسائل اتخاذ القرار محفزاته ومخاوفه اذا عارف كل هاي فانت تعي نفسك تماما وبالتالي قليل من الناس اللي وصل لاعلى درجات الوعي بالنفس فانا في بقول اول شيء اتصالك مع نفسك كيف يعني التواصل الداخلي مع النفس اكثر واحد بتشوفه في اليوم هو انت وفي دراسه لعالم اسمه بيكون يقول لك الانسان بيحكي مع حاله في اليوم ستين الف مره يعني صدقني هلا عم تحكي مع حالك بس شيك وارجع لي اذا سمحت ما في مجال انك تحكي مع حالك دائما بس وجد انه 80% من حديث النفس للنفس سلبي 80% من حديث النفس للنفس سلبي والسلبيه تعاق تعيق الاتصال والتواصل. فخلينا تكون نتمتع بإيجابية وحديثنا مع نفسنا يكون مشحون بالطاقة الإيجابية بعدين بنتقل للتعامل مع الآخرين وفهمهم لكن أول شيء بفهم بعدين بتعامل بفهم نفسي بعدين بخرج الطاقة وهكذا في الأسس آه لذلك تحدثوا كثيراً عن أنه أول شيء قبل ما تبدأ تواصلك مع الآخرين هل أنت فعلاً أولاً لازم تكون بتحب نفسك مش غروراً لا تخيل شخص ما بيحب نفسه كيف راح يكون اتصاله مع الآخرين احباط وقلق وتوتر وكره والى اخره. فاول شيء الانسان مع نفسه وكيف تنظر الى نفسك. يعني احنا اعطينا صوره انه هذا القط شايف حاله اسد. فمهم جدا انت كيف تنظر الى نفسك. وهي كثير مهمه قبل ما اتجه في تعاملي مع الاخرين. طيب خلينا نشوف اثر السمات في التواصل، هو الانسان يعيش في ثلاث انواع من السمات. في سمات مجتمعيه يكتسبها من ثقافته ومجتمعه. فتجد مثلا بعض السمات شائعه في الثقافه العربيه غير شائعه في الثقافه الغربيه والعكس ففي سمات نكتسبها من الثقافه والمجتمع وتبدا زرعها عنا الامهات عاده والاسره الصغيره ثم الاسره الممتده ثم المدرسه ثم الجامعه ثم المجتمع بشكل سمات مجتمعيه ودائما الواحد لما بده يغادر مجتمعه ويروح لمجتمع ثاني اهم شيء يقرا ثقافه المجتمع اللي هو رايح عليه قبل ما ينخرط في ثقافة قد يدفع ثمن غالي وهذا مهم جدا أنه أنت في تواصلك اقرأ السمات الاجتماعية والمجتمعية لكن في سمات بنسميها السمات النفسية وصراحة هي أخطر أنواع السمات ولها علاقة بأسلوب التربية ويؤثر فيها التربية في سن ثلاثة إلى ست سنوات أخطر مرحلة في حياة أي واحد فينا سن ثلاثة إلى ست سنوات أما أن تسقل النفسية بطريقة صحيحة او لا سمح الله راح يكون في مشاكل. ولذلك انا بالكوتشنج بيجيني حالات يرثى لها ولما نرجع بنلاقي مرحله الطفوله كانت المشكله ولم تعالج منذ مرحله الطفوله. فالسمات النفسيه هي اخطر سمات تؤثر على الشخص في السمه الايجابيه الاحباط، القلق، الحافزيه، الدافعيه الى اخره، فالسمات النفسيه سمات خطيره جدا ونرجو رفقا بأطفالنا وأبنائنا وبناتنا في أسلوب التربية حتى نخرج نفسا سوية وفي سمات من سميها السمات الشخصية اللي هي جزء منها الموروث يعني لون البشرة لون العيون طول القامة هاي سمات بالدي ان اي وفي سمات نكتسبها في رحلة الحياة فحتى تقدر أنت تتواصل بدك تعرف أن للسمات أساس رئيسي في الاتصال والتواصل فإذا شخص شفت منه موقف شوي غريب لا لا تحكم عليه مسبقا يمكن عنده مشكله انت مش عارفها ممكن عنده قضيه انت مش فاهمها فقبل ما نحكم على الناس خلينا نتفكر شوي يعني خلينا نعطي قصه نعطي قصه في اب عنده ست اطفال موجود في لندن ويش نزل على الاندر الساعه السادسه صباحا طبعا اندر لندن هيك الساعه 6 صباحا هدوء كان في شخص بريطاني كبير شوي عم بقرا جريده فراح الاب قعد جنب هذا الشخص والاطفال هدول السته عملوا ميمعه يعني الهدوء اللي حكيت لك عنه الان صار توتال مس والصياح وكذا واو فالبريطاني هذا بيحكي مع الاب بيقول له شوف اولادك يعني عملوا كثير مشاكل كذا قال له وين مش شايفهم رايك بالاب ما رايك بالاب؟ رحب رأي بالمداخلات. يعطيك العافيه دكتور. أنا، تفضلي. والله اني بايد الاب يعني حقهم الطبيعي. طيب <applause> كويس ضحى. في مره واحد في احد دورات بيقول هذا شكله عربي جاي على لندن. <applause> <applause> ما بيخلفوا ست بلاد هم هذا. آه بعد أقل من دقيقة رفع راسه الأب وحدث البريطاني قال له بتعرف أنا بعرفش كيف أنا وصلت هون أنا وياهم كنا قبل شوي في المستشفى ووالدتهم عندها سرطان وواصل لحالة يرثى لها والله ما بعرف كيف أنا وصلت لهون مع الأولاد رأيك بالأب بعد دقيقة من الحقيقة راح تنزل تلعب مع الأولاد لماذا نستعجل الحكم على الناس أرجو أنك ما تحكم على الناس قبل ما تتفاعل وتتواصل وتفهم لانه ممكن يكون في شخص عنده اشياء نفسيه انت عم تحكم على الظاهر وهذا خلل في الاتصال ان نحكم على ظاهر الامور وظاهر المعطيات فيها قضيه فيها قضيه فخلينا نفكر اكثر ونتفاعل بطريقه افضل اعطي قصه ثانيه وبرحب انه شو العبره من القصه في طفلين صغار عم بيلعبوا كره ففجأة فجأة أحد الأطفال بشوت الكرة فبتطلع على واي فبركض الطفل الثاني صغير عمره أربع سنين بركض بده يجيب هاي الكرة وجاي سيارة مسرعة كثير آه, آه لكن في آخر لحظة الشّفير بتجنب الطفل ويعني بحيد عنه لكن يتفاجأ بعد ما حاد عن الطفل بأنه إجى على منحدر خطير جدا قلبت السيارة ومات الشّفير عاش الطفل لعمر الخمسة وسبعين ولما توفى الطفل انا بحكي اسيوم ما بس عشان اوصل لك فكره التقى في هذا الشخص في الجنه ان شاء الله نلتقي جميعا في الجنه فهذا الشخص اللي هو كان قائد السياره بقول له متذكرني قال له لا شو بعرفني فيك انا عمري ما شفتك قال انت اللي قتلتني قال اوف كمان هل قتلتك قال اه مش انت مره متذكر لما طيب ما العبره من القصه ما العبرة من القصة؟ ممكن تكون الرسالة واضحة لطرف واحد؟ أحيانا تكون الحقيقة واضحة لطرف واحد وهي صح؟ ألا؟ العبرة أه من القصة أنه لما التقوا بالجنة وقال له أنت اللي قتلتني صح هي كانت واضحة لشخص بس أوقات ممكن يكون أنه لا ممكن تكون العبرة انه مثلا لما كان هو كثير مسرع وإجا حيد عنه عن الطرف الثاني ممكن هو كان كثير مسرع يعني كمان سوء تصرفه من الشخص حتى لو كان شخص كبير ممكن يكون عنده حكم غلط او قرار اخذ قرار غلط يعني كان في وقت مثلا يستنى الطفل لا يقطع او شيء لانه يعني هو طفل بالاخر ما عنده وعي بس الكبير عنده وعي مدرك عنده ادراك طفل ما عنده ادراك يمكن يز... okay. هو مثل قصه الطفل عاش 75 سنه وما نتذكر متذكر حتى القصه وراح اتجنن وما انا متذكر بعد القصه يعني هو كان طفل ما right. عنده وعي ابدا ولا ادراك ممتاز طيب خليني اعطي انا باتجاه اخر عندي انا مداخله كمان مع... تفضلي بعتذر أم اللي شفته انه ممكن يعني البني ادم يعني صحيح هو مات وراح الجنه بس اول شيء افتكر فيه بهاي القصه الشيء السلبي يعني لو بدي اتفرج عليها بطريقه ثانيه طب بسبب هذا الطفل البني ادم يعني هو موجود حاليا بالجنه ممكن لو عاش دقيقه ثانيه يكون مثلا بالنار مثلا فهو على راح على المنظر السلبي بدل ما يروح على المنظر الايجابي احنا حكينا اسيوم يعني ها انه راح أده. بس لا يا اي نو تمام لا انا بكون قصدي شيء ثاني خليني اعطيكم شو قصدي يمر في حياتك أناس لأقل من ثواني لا تدري انهم مروا مسؤولين عن كل حياتك. يمر في حياتك أناس لأقل من ثواني لا تدري انهم مروا مسؤولين عن كل حياتك. صح؟ وما شو الطفل انه هذا مر في حياته، لكن مسؤول عن انه عاش بعدها 75 سنه، وضحى هذاك بنفسه. خلينا نحترم الاخرين ونتواصل بطريقه صح وما نفكر ونحط سيناريوهات قبل ما نفكر بعمق القيم والاخلاق وتضحيه الاخرين. ففي قضيه في الاتصال والتواصل وبالتالي فهم الانسان لنفسه ومن حوله قبل ان يحكم من الظاهر منطق رئيسي للمسيره في هذه الحياه ولكن كثير لا يزعج نفسه خلاص بياخذ بالظاهر وبيحكم عليه ويصدر قرار وقد يكون قرار ظالم نتابع قاعده اساسيه في الاتصال اجعل مركز تحكمك داخلي هلا انت في المركز الخارجي والمركز الداخلي المركز الخارجي هو البيئه المحيطه حواليك والمركز الداخلي هو انت من الداخل انت قلب وعقل وجسد وروح كل ما كان تركيزك داخلي انت صح واذا ارتبطت بالمراكز الخارجيه انت متعلق بشيء زائل بمعنى كيف يعني اجعل مركز تحكمك داخلي معلش نرسم دائرتين هيك على الورقه دائرتين دائرة بنسميها دائرة الاهتمام ودائرة بنسميها دائرة التأثير concern و influence دائرة الاهتمام ودائرة التأثير معظم الناس معظم الناس دائرة اهتمامهم كبيرة أعلى من دائرة تأثيرهم يعني عنده اهتمام بصحته، واولاده، وشغله، وفلوسه، وكذا، عنده اهتمامات كثيره، فهي دائرة الاهتمام. كم هو مؤثر في الاخرين؟ معظم الاشخاص دائرة الاهتمام كبيرة ودائرة التأثير قليلة. عدا القيادات وعدا الاشخاص اللي بيأثر في الاخرين ويكون دائرة تأثيره أعلى من دائرة اهتمامه، فقزم اهتمامه ليؤثر في الاخرين ويعطي. لكن معظم الاشخاص دوائر الاهتمام اعلى من دوائر التاثير. في علم القياده ولما ندخل في وعلم القياده هي علم نفس بالمناسبه، يعني بندرس القيادات سايكولوجي النفس البشريه، لأن القائد يتعامل مع البشر، بينما الاداره تتعامل مع الموارد والمخرجات والى اخره. فبنقول اذا بدك تاثر في الناس فدائره الاهتمام بتكون مقزمه عند القيادات ودائره التاثير اعلى. واي شخص ناجح في حياته دائره تاثيره اعلى من دائره الاهتمام. لكن معظم الناس دوائر اهتمامهم اعلى مهتم بصحته ويجيب شغله الى اخره ومش عارف ايش وكذا طب دائره تاثيرك هل اثرت في مجتمعك على الاقل في ابنائك في زوجك في زوجتك في الى آخره. كم دائره تاثيرك في من حولك اقرا اثرك في الاتصال والتواصل ولذلك القيادات تعمل على رفع دائره تاثيرها اكثر من دائره اهتمامها لكن سؤال كيف تستطيع ان ترفع دائره تاثيرك سؤال للمناقشه كيف تستطيع ان ترفع دائره تاثيرك لا تفضل ممكن اول خطوه انه انت حقيقه بدايه الفيديو انه نفهم نفسنا لما نحن بنفهم نفسنا بنعرف نتواصل صح مع نفسنا فبنكون مؤثرين بنفسنا اول شيء بعدين هيك شوي شوي بنرتقى بنرتقى لنصير مؤثرين بالحوالينا من خلال انه رفعنا نسبة الوعي، ادراكنا لاخطائنا واخطاء غيرنا من خلال انه كل ما زاد الوعي كل ما انا صرت اعرف اتعامل مع مواقف اكثر وهيك كل ما كل ما زاد هذا الشيء بصير اكثر مؤثرة بقى شخصيات سواء اهل، اقارب، الاصدقاء ممكن لا. حتى حدا غريب مثل ما صح. انت حكيت انه اشخاص بيمروا لتاني بحياتنا بضحهم مشان انه بس لهم اثر انه صح. هيك ممتاز اشكرك اشكرك على المداخله مريم تفضلي مرحبا جميعا انا بشوف صح. انه الطريقه حتى نحن نكبر دائره تاثيرنا اكثر انه نحن بنضيف على الشيء اللي حكيته الاء انه اوكي لازم نفهم حالنا بس بحس انه احسن طريقه انه نحن نحط حالنا محل الطرف الاخر يعني انا ما بدي اجي انصح شخص معين لازم اول شيء حط حالي محله وحط حالي يعني بالظرف اللي هو فيه حتى اقدر اثر عليه وحتى هو يحس انه انا فعلا متضامنه معه <applause> وممكن يصير بقى يعني يتاثر بالحكي اللي رح احكي له اياه، يعني. بس اذا انا لسه يعني عم احكي من زاويتي انا ومن وجهه نظري انا وانا شايف الامور بطريقتي انا بدون ما اشوفها بطريقته هو سفاك مستحيل اثر على اي شخص بالحياه يعني. فاهم <applause> شيء انه نحن نحط حالنا بظروف الاشخاص الاخرين اللي نحن بدنا ناثر عليهم، ممتاز اذا بدي افهم الاخرين بعد ما فهمت نفسي جميل استاذه رشا تفضلي انا عم اقول بدنا كمان ايمان بموضوع معين يعني انت بالنهايه اذا ما عندك شيء تعطيه لا تقدر تتواصل لا مع الاخر ولا مع نفسك فهو بعتقد بينطلق من معرفه الانسان لموقعه بالحياه وتقييمه لما اذا كان اللي عنده بهم الاخرين وهذا يشمل اكثر من من جانب بس يعني بعتقد ايماننا بشغله يعني يعني ايماننا بمبدا ايماننا بمؤسسه ايماننا بعطاء من نوع معين بخليك أمير. بخليك تؤمن بضروره انه ما تمر بهالحياه من غير ما اذا عندك مثل ما بيقول وانا واحدة من من اجمل ابيات المتنبي عندي بيت بيقول فيه ان المعارف في اهل هذه ذمم وبعتقد أمير. دكتور انت اثبتوا هذا هذا البيت <applause> ف... يمكن فالموحد... احنا نضيف على الشعر، الشعر كثير مهم وان لم تزد في الحياه شيئا كنت انت الزائد تمام ف... يعني فمن... ف... فمن منطق لما بتحس انه في ذمه عندك تعطيها للاخرين آه. آه. تفسير هذه المقوله يعني له مقام اخر بس بحس انه اكيد لكل مقام مقال لما بتكون آه. عامل هالكالبريشن هالدوزنه بين ما لديك صحيح. ومن يستطيع ان يسمعك ويفهمك في لحظه معينه بيكون بيكون ال... بيكون الواقع مهم جدا يعني بيكون لك تاثير صحيح صحيح اشكرك اشكرك فعلا انه يكون في عندك انت منظومه متاثر فيها تستطيع ان تؤثر اصلا زائد في قاعده كثير مهمه احنا قلنا في دائره اهتمام ودائره تاثير القيادات كيف احنا بنقول له اذا تزيد دائره تاثيرك نقول له ادخل على دائرة اهتمام الافراد ولبيها. يعني افهم دائرة اهتمامهم. يعني إذا فهمنا دائرة اهتمامهم زي ما حكيت مثلا مريم إذا فهمت أنا دائرة الاهتمام هلا إذا أنت عرفت اهتمامات أولادك ولبيتها أنت أثرت فيهم. فالفكرة إنه أنت لازم تفهم دوائر الاهتمام ولذلك هنالك تسع دوائر اهتمام. خلينا نتعرف عليها مع بعض. تحيط في حياة الإنسان اسمها مراكز الاهتمام. خلينا نشوف مراكز الاهتمام التسعة وبعدين بشوف شو حكاية إنه يكون مركزي داخلي وليس خارجي يعني ما زلنا خلينا هذا السلايد هيك عندكم تحكمك خليه داخلي وليس خارجي في ناس أهم شيء بحياته الفلوس هلا كلنا عندنا مراكز تسعة في الاهتمام مراكز المال مركز المال في ناس بنسميهم ماني سنترد بيبل المال أكيد مهم مستحيل كيف بدك تعيش كيف تعيش أولادك تعيش فقر يعني فالمال مهم مركز العمل أهتم بشغلي بعملي بإنجازاتي إلى آخره مركز مهم مركز العائلة مركز مهم أنا مهتم في عائلتي والجميع مهتم في عائلته في مركز بسموه الفرنس سنتر مركز الأصدقاء مركز الأعداء بعدين بوضح مركز الأعداء مركز المتعة تتخيل عايش بالحياة مش مستمتع أصلا مركز الشريك والشريك هنا إذا كنت زوج الزوجة وإذا كنت زوجة الشريك والزوج مركز الذات والأنا ومركز المجتمع إذا إحنا منحيط فينا تسع مراكز اهتمام تسع مراكز اهتمام خليني أدخل من علم النفس أولا عشان نفهم نظرية التأثير ونظرية القيادة أصلا كيف علما أن القيادة تعريفها فن التأثير آه. قال لك خلينا من علم النفس ناخذ شيء اسمه يوني سنترد بيبل، الناس اللي مركز اهتمامهم احادي. هو صعب يكون الشخص مركز اهتمامه احادي بس أنا عشان نفهم النظريه. هلا معظم الناس عندهم خمس مراكز اهتمام، وانا باسم المجتمع العربي كله بقول لك انه في ثلاث مراكز اهتمام عند المجتمع العربي كله موجوده انا متاكد. شوف مركز المال موجود عند جميع الثقافات. الكل بيحتاج المال مستحيل كيف بدك تعيش. مركز العمل عند كل الثقافات، مركز العائله عند الثقافه العربيه، يعني الثقافه الغربيه مش شرط يكون مركز. ففي ثلاث مراكز في الثقافه العربيه انا متاكد انها موجوده. اللي هو مركز الاعمال ومركز العمل ومركز العائله، هذا اكيد. بعدين يمكن في ناس مركز اهتمام مثلا بالمتعه والذات اكثر من اهتمامه فبتلاقي الاشخاص معظمهم بتح... بتمركزوا حول خمس مراكز وفي مراكز مش كثير معاييرها اهتمام بس خليني انا اوضح النقطه عشان تفهموا علي في شيء اسمه اليوني سنتر خلينا ناخذ احادي مركز الاهتمام وشوف كيف يفكر عشان اقول لك كيف تقوده واحنا قلنا انه القياده انك تفهم الاخرين تدخل على دوائر اهتمامهم تلبيها برتفع دائره تاثيرك لو اخذت شخص اهم مركز في حياته المال والثمانيه هدلاك مش مهمين يعني اهم شيء عنده المال كيف ينظر الى العمل لو كان اهتمامه فقط في المال كيف ينظر الى مركز العمل درهمونا والا فقدتمونا وممكن يغير شغله لفرق يعني 100 درهم المهم ما فيش عندهم مبدأ في العمل هو المهم فلوس وتجد حديثه شبه اليومي او الاسبوعي في المؤسسه او في الوزاره يا اخي شو اخبار الرواتب يا اخي والله من زمان ما زادونا شو اخبار الزيادات كل زهقنا في الحديث عن الفلوس لانه مركز اهتمام طيب كيف ينظر الى العائله اذا كان مركز اهتمام المال دمار شامل لأن العائله راح تسحب من المركز راح تسحب من المركز فوجدوا في علم النفس انه باخر زواجه واذا تزوج باخر الخلفه واذا خلف مش اكثر من اثنين وتحسن علاقته مع اولاده لما يصيروا يشتغلوا لانه راح يزيدوا على المركز الان اول كانوا يسحبوا من المركز لما يكون احادي مركز المال طيب شو اخبار مركز الاصدقاء آه مصلحة ويبني صداقته على اللي أغنى منه واضح؟ عنده أصدقاء بس بيختار اللي أغنى منه عشان يستفيد منهم أعداؤه اللي عكس مركزه الفقراء بكره الفقراء لأنه بذكروه في زوال المركز فهو يعني حتى في أحد الكتب بيقول لك لما يمر في الأحياء الغ... ما بيمر في الأحياء الفقيرة في نيويورك بيمر في الأحياء الغنية يقول لك بلاش يصيبني حسد لما أمر في الأحياء الفقيرة ها؟ فهو أعداؤه عكس المركز الفقراء المتعة أي متعة ما عندوش متعة هذا هذا متعته في جمع المال فيش تقول له والله شو رأيك نطلع لنا رحلة لا 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 عفيني هو بدوش يصرف وصل لدرجة بخل عالية جدا وكيف بنكتشفه في الوزارات مثلا إجت مؤسسة أو وزارة هو بيشتغل فيها قالوا والله بدنا نعمل رحلة لأوروبا هيك أسبوعين راح تكلف مثلا ألف دولار وعلينا احنا كل شيء وكذا بس انت ال1000 دولار اقامه وهذا اعفوني والله انا مشغول إي طيب ماشي بعد ثلاث شهور في رحله مجانيه لاوروبا، ايه سجل سجل اسمي سجل سجل على يا اخي غريب غريب عندي هذا عندي سؤال دكتور تفضل في ناس في ناس مركزهم مقرقز مثل الطاوله ام ثلاث رجلين يعني هدول الناس بتضلك بتسميهم سيلف سنترد هالشخص اللي كتير عنده ماني ثقه يعني قله أه. ثقه بنفسه لدرجه انه اي تواصل معه يشكل تهديد، شو ما قلت يؤخذ على محمل سلبي لانه في ناس أيوة بيتعامل آه معهم الواحد بالحياه سواء انت موظفين او زملاء وما بتعرف كيف بيقولوا تيب توينج اراوند بحس حاله الواحد صحيح. عم يتلقط حواليهم لا تلقني شو نعمل هذا هذا سيدتي هو الانمي سنتر بيبل او بيرسون الانمي سنتر داني جاي <applause> خلص خلص بس حبيت يعني انمي يعني سنترد فطيب نرجع صاحب مركز المال كيف بتطلع على المتعه فيش مجال للمتعه المتعه بالنسبه فلوس كيف بده يصرف مستحيل يصرف طيب علاقته مع زوجته والله الله يكون في عونها بصراحه الله يكون في عونها بس هو ذكي كيف ذكي لازم تكون اغنى منه يعني ما يجي يتجوز هو بحسبها لازم تكون اغنى منه ويفضل انها عندها ورثه يفضل انه عندها ورثه وانها بتشتغل اكيد ما احلاهم واحد بيصرف عليها لا اذا بتصرف عليها احسن له احسن أه بتيجي له طيب يا الحلال كبير عليك هاي لا 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 الرسول تزوج خديجه وكانت ذات مال والله يعني انت حافظ كمان يعني, يعني يدعم نظريه المركز تبعته طيب علاقته مع نفسه والله بتخزي نفسه لو تحكي لا تشكي طب خدمه المجتمع تيجي تقول والله في تطوع للمجتمع بثقافه انا ابن الحلال طيب ببساطه كيف تقوده؟ هز جيبتك بتقوده ولا اسهل من قيادته هذا من عرفت مركز اهتمامه انا وهدول الخدمة النظريه الجاسوسيه ونظريه الارهاب الدولي. تعرف كيف بيختاروا الجواسيس؟ لازم يكون ماني سنترد. مستحيل يكون فاميلي سنتر فاميلي سنتر ما بزبط تكون جاسوس. وعاده الجواسيس لازم يكون ماني سنترد وانمي سنترد احيانا. يعني هدول السنترز موجودين وبغذوه وفي وفي نظريه الارهاب الدولي بيجبوه طفل بيكون حاقد وعنده عداوه وفي المال بنس في الدنيا. فسهل اذا فهمت مراكز الاهتمام ان تقود الناس وتؤثر فيه. طيب لو جينا للشخص اللي اهم مركز في حياته العمل، يعني هو يوني سنتر وورك كيف ينظر الى المال؟ وسيله وليست غايه. وسيله وليست غايه. وممكن يغير شغله لراتب اقل بس يكون مبسوط، هو اهم شيء عنده الانجاز والعمل. علاقته مع العائله مش فاضيلهم مش فاضيلهم لانه هو شغال. اصدقائه قليلين جدا، أعداؤه المتقاعدين. ليش المتقاعدين؟ لانه ما بيشتغلوش وهو عنده مركز العمل فهو حتى مثلا ممكن تلاقيه بمر هيك على بمر في مكان بشوف ناس قاعدين على القهوه والله ما انا عارف كيف لاقيين وقت يقعدوا على القهوه يا اخي يا اخي مش عارف كيف ها؟ هذا لانه هو كل شغله مركز اهتمام العمل متعته متعته في العمل مش عارف الجمعه والسبت كعطله كيف بدي يمضيها هذا زوجته الله يكون في عونها مسكينه هي جاي يوم خميس وعامله هيك يعني جلسه رومانسيه وكذا فهو يرجع اما اليوم اشتغلنا لك شغل اي حل عنا وحل عنها ذبحتها في الشغل تبعك انت اخرج من هالمركز يا حبيبي علاقته مع نفسه ممتازه لانه تطويره لنفسه بيخدم مركز العمل مع المجتمع مش فاضي لو فاضي عادي طب كيف تقوده ولا شيء اعطيه مهام ومسؤوليات بيرفع راسك وانت بتروح في كقائد بتروح تفوضه وبتروح تلعب جولف كقائد راح يرفع راسك 200% فاعطيه كل تفويض العمل وهكذا وهكذا فغلط تكون يعني لو اجينا مركز الشريك مركز الشريك لو واحد اهم مركز عنده زوجته اهم مركز عنده زوجته كيف ينظر الى المال ممكن هي تنظر الى يعني ممكن انا اخذت الرجال اخذت منحه تبعي يعني تمام بس ممكن هي تكون متمحوره حول زوجها بس خلينا ناخذ واحد اهم شيء بحياته زوجته كيف ينظر الى المال؟ وهاي راتب اخر الشهر ان شاء الله مبسوطه ما هي اهم شيء عنده طبعا بالمناسبه المراه تكره هذا الرجل للعلم يعني وهلا بعطيك شو اللي بيصير في هيك حاله طيب مركز العمل اذا هو مركز اهتمام زوجته مركز العمل وجدوا انه ممكن زوجته تاثر في قراره في العمل والله انا شايف هاي المؤسسه مش مناسبه لك شو رايك على المؤسسه الثانيه والله ونعم الراي خلاص انا راح ارد عليك واروح على طيب آه علاقته مع عائلته نسائب وحبايبه نسائب وحبايبه وهو اهم شيء عنده زوجته اصدقائه وأصدقاء الزوجه أصدقاء واعداء الزوجه اعداء مركز المتعه مع الزوجه ولذلك في بعض الكتب قال لك بيطلعوا الاولاد بيكرهوا الاب والام اذا كان شخص اهم مركز عنده زوجته او زوجها طب الاطفال ليش جايبهم انت؟ فبيطلع الاطفال بيكرهوا الاب والام في بعض الدول اللي عندهم مش اخلاق ممكن يقتل الاب نتيجة اهتمامه طب ما حتى مخلفنا انت ليش فبصير في قضية اهتمامه بذاته ما في المجتمع اللي بيخدم زوجته بيخدمه كيف تقود يعني ببساطة ببساطة أبسط إشي أقرب لهم إياهم أبو بدر في باب الحارة مح. وصلت معروفة أبو بدر في باب الحارة مش فوزية <applause> واللي بدها إياه فوزية بيمشي طب كيف تقوده ولا أسهل من القيادة وتصل في المدام تقوده انا بقول لك هدول كلهم غلط ما الصح هل الصح توازن المراكز التسعه ممكن في سؤال أنه اذا كان حدا عم بيحاول يعمل بالانس بين كلها والقصص شو له تسميه بين كل وحده من هاؤه إلا تسميه معينه يعني. فاذا مثلا شخص حاول يعمل بالانس بين كلها والقصص هو هذا سؤالي ما هذا انا سؤالي <applause> هذا هو بالضبط سؤالي. هلا بجاوبك اكيد، ضحى تفضلي. انا بقول انه اهم مركز مركز الاعداء، لانه اذا كنت مركز على الاعداء راح اضبط كل هذول حتى اظل احسن من الكل، ابين انه انا الافضل. احنا مركز اعداء ما حكيتش عنه، هلا بحكي عنه صحيح. هذا مركز الاعداء شخص عايش نظريه المؤامره. بيعتبر انه الكل اعدائه. بيعتبر انه كل اعدائه، يعني اذا مثلا قال له مر عندي على المكتب على المكتب خير شو بده مني؟ ليش؟ شو عملنا؟ هي إيه؟ عايش نظريه العداوه وهذا بيحبط اي مؤسسه موجود فيها وبيحبط اي شخص له علاقه معه عايش نظريه العداوه وصعب تكسبه كصديق واحسن حل هذا الوحيد انه ينحط في مستشفى اذا كان احادي مركز الاعداء هذا بغلب هذا في الزواج دمار في عندنا كمان سؤال ميمونة أو مؤمنة أو مؤمنة مؤمنة دكتور مؤمنة, مؤمنة تفضلي مساء الورد دكتور ما فينا نحن نعمل بالانس بين التسع مراكز أجباري بده يكون في مثلا خلل بشي مركز منهم ما فيك توازن إنه بهول التسعة مستحيل كويس صح يعني إذا بيكون عندنا مركز المال والعمل والعائلة مثلا بيكون عندنا مثلا ما عندنا أصدقاء كثير مثلا ما بنهتم مثلا للمجتمع اجباري في شيء بده يكون ناقص كويس هلا بجاوب ممتاز استاذ صبحي تفضل السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ايه حبيبي هلا انا اللي بعرفه من من جعل الاخره مبلغ علمه اتته الدنيا راغمه رحم. يعني هو بده يشتغل للاخرين بتقوم لحاله الرزق بيجي لعنده في شغله بالمال وقت انت بتركض وراه بيهرب منك صح. وقت انت بتتركه بيجي لعندك لحاله فيجب التركيز على خدمه المجتمع وخدمه الاصدقاء والعائله وبعدين حتى مثلا بر الوالدين انا كثير لقيته هذا اوتوماتيك في سحر فيه يعني صح. وقت ببر الواحد اهله يعني وببر معلمينه والناس اللي محتاجين له يوم الله بيسهل له اموره وبيتعلم كل الشغلات الثانيه ممتاز ممتاز اشكرك يعني لا شك اذا في وجهات نظر صحيح هلا بعلق ايضا استاذ محمد تفضل السلام عليكم دكتور مساء الخير جام. كل الشباب معلش اسفين اسفين على التاخير, التأخير. تاخرت شويه كده عليك اهلا وسهلا اهلا بك تاخر شويه كده فجيت طوال اللي جيت الصفحة فأنا في رأيي أنه المركز المهم من مراكز التحكم العقلي اللي هو مركز الأصدقاء يعني الأصدقاء اللي هم بالنسبة لل... في حياتنا نحن الأصدقاء اللي هم يعني يمثلوا جزء كبير من, من التفاصيل التفاصيل الدقيقه بتاعت الحياه حتى لو الزول خاش على المرحله بتاعت الزواج خاش على المرحله بتاعت العمل خاش على المرحله بتاعت ال حاجات كثيره يعني بس دي وجهه نظري يعني تمام اشكرك اشكرك شكرا هلا تفضلي هلق مثل ما ذكر قبل انه التوازن 100% بين المراكز كلها هو مستحيل صح بس في شيء اسمه بيحكوا عنه بعلم نفس السلام الداخلي يعني هاي المراكز كلها اذا نحن بنشتغل على تطوير ذاتنا بالمجالات المجالات مثلا مثل ابراهيم الفقر بيقول توصل للسلام داخل عليك انك تهتم بالمجال الصحي اللي هو مركز الذات عليك تهتم بالمجال الاجتماعي اللي هو الاصدقاء والعائله والعمل يعني الانسان مو كل مو كل يوم عنده عدو حتى يكون عنده ليكون انمي سنتر ولا على طول هي حاجه للبقاء بس ما تكون النمبر 1 بالحياه مو على طول هي هيك فاللي بيشتغل على تطوير ذاته دائما بيصلح من الاغلاط او العيوب اللي عنده بشخصيته او في افكاره ممكن يوصل لشيء اسمه السلام الداخلي اللي هو اسمى درجات بس مو معناته انه 100% كل هول المراكز وصلنا بده يصير في تنوع بم. حسب المواقف في الحياه ممتاز اشكرك مريم تفضلي انا بشوف انه صراحه هذا التوازن اللي ممكن يعني اللي عم نحكي عنه هو صعب نوصل له بس مجرد المحاولات انه نحن نوصل له فنحن بنكون فيه يعني انا ما بدي يوم اهتم بشغلي ويوم اقضي مع عائلتي ويوم اقضي مع اصدقائي انا اوكي يمكن يكون شايف الموضوع ببدايه الامر انه مستحيل لحق على التسع مراكز بس اثناء هاي المحاولات انا بكون عم عم حقق هذا التوازن بطريقه او باخرى يعني مه 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 طيب ممتاز ايضا عندنا صفا أنا بشوف إنه مركز العائلة أهم لأنه رح يندرج وراء مركز المال ومركز العمل عشان أقدر أنا أعمل لهم أحسن حياة وبالتالي كمان مركز الشريك وبكون سيطرت أكثر من واحد. اها ممتاز إذا في يعني وجهات نظر متعددة هلا بندمجها في نظر وجهة نظر يعني أستاذ رشا تفضلي. عندي سؤال واحد بتذكر انه بوحده من الدورات اللي عملناها بالامم المتحده اذا كنا بدنا نرجع نركز على أهمية كل هالجوانب اللي عم نحكي عنها إحنا عم نحكي على ضرورة التواصل مع الآخرين فهم الرسالة في سياقها آخذين بعين الاعتبار كل ما سبق بحس دايماً أنه في نهاية المطاف الطريقة الوحيدة بعتقد للتواصل الإنساني المعقول هو أنك تعرف منين الآخرين جايين وطبعاً هذا يسبق معرفك معرفة من أين أنت تأتي بيقولوا انه لما حلوا هالقصة بالامم المتحدة قدروا يعملوا علاقات ادارية على على المجال الافقي وعلى المجال العمودي بين رئيس ومرؤوس او زميل وزميلة بشكل اسلس بألف مرة من انه لو ضلوا عم يحطوا هالتراتبية ويقولوا اي افضل واي بيجي اول في نهاية ممتاز. المطاف حين لا تعتبر ان ما تقوله هو غاية المنتهى لانه مو حكى هلا الدكتور صبحي عن بر الوالدين لا تاخذني بهالكلمه هالموضوع كثير cultural centric يعني يعني ما بعرف اذا احنا بنسميه بر الوالدين وبنعمله على اساس المكافاه اللي الله سبحانه وتعالى بده يعطينا اياها من وراء معتقداتنا واذا هذا الموضوع له اسم ثاني الا وهو التكافل الانساني المحض في مجتمع قد لا يكون قائم على على قيم دينيه اسلاميه فحتى هذا يعني تجريد الانسان من الاحكام على القيم واحيانا بلاقي ايجاد المنطلقات المشتركه بتساعد في عمليه توصيل الرساله، فنضلنا عم نركز انه نحن في موضوعنا هذا عم نحاول نقول كيف يمكن ان نقلل من سوء التفاهم وان نسعى لمجتمعات وبيئات سواء في اطار منظمه مثل منظمتنا او عمل او جامعه، كيف يمكن ان نسعى <applause> لتقليل العداوات وبحبهم يضلوا عم يفكروا بهالطريقه لانه بعتقد اذا ما بنضلنا اخذين الموضوع بعين الاعتبار بضل كل واحد فينا عم يغني على ليله. صحيح صحيح بس يعني اذا انا بدي ادمج ادمج جميع وجهات النظر وارجع انا ما حطيت هذا السلايد الا حطيت قبله شيء قلت لكم ما تنسوا شو الشيء اللي, اللي حطيته؟ قلت خلي مركز تحكمك داخلي صح؟ فقال لك يعني لاحظ كلها هي سنترد سنترد انت لما تكون برنسبل سنترد بيرسون تتحكم في كل المراكز نقود بالمبادئ وليس بالمراكز يعني انا في مبادئ تحكمني بالمال والله المال لازم يكون حلال مبدا يحكمني في مبادئ كثير في العمل الالتزام النزاهه مبادئ في العمل مع العائله لهم حقوق وعليهم واجبات مبادئ مع الاصدقاء ما بصير انسى اصدقائي ما بصير انسى اصدقائي وأنظف أصدقاء أصدقاء الطفولة مع الأعداء عندي مبدأ أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما المتعة لها مبدأ ولا تنسى نصيبك من الدنيا زوجتي لها حقوق وعليها واجبات مع نفسي لازم أشتغل على نفسي مع المجتمع لازم أخدم مجتمعي عندما تكون المبادئ تقودك أنت صح ما بهمكش المراكز لما المبادئ تقودك من الداخل بقود جميع أنواع المراكز بالقيم فظهرت دورة بدأنا نعطيها من 2016 في الأمم المتحدة Value Based Leadership القيادة بالقيم والمبادئ وليس القيادة بالمراكز الشخص ذو المبادئ يقود أي مركز في حياته وبالتالي يمكن ما أوصل لتوازن المراكز بس أنا عندي مبادئ في أي موقف بنحط فيه عندي مبادئ كيف أقود المراكز بسمحش المراكز أن تقودني من الخارج فأنا من داخلي وبالتالي لما نيجي نقول والله انسايد اوت نعم انا من الداخل مبادئ اقود جميع المراكز الخارجيه لكن لو انا الخارج بقودني شفنا كيف تبع المال بفكر شفنا تبع العائله كيف يفكر لانه الخارج يؤثر على قيادته انا من الداخل اقود فظهر النظريات اللي لها علاقه برنسبل سنترد بيبل اصحاب المبادئ يقود اصحاب المراكز وانا بدي يكون عندي مبادئ لجميع المبادئ هي الاساس الرئيسي اللي بيكون حسن اتصال وتواصل في اي اتجاه بدنا فلذلك القائد الحقيقي لذاته اولا في المبادئ. فالمبادئ وليس المراكز هي الاساس. واحنا في جميع مواقف حياتنا يتفاعل الذكاء مع سماتنا الشخصيه والاجتماعيه لكن عندما اكون صاحب مبادئ اتحكم باي شيء. ناتي الان الى المحور الثاني واحنا حكينا انه في جزء مهم جدا في الاتصال والتواصل هو التواصل غير اللفظي. قلنا انه احنا في اتصال وشرحنا نموذج الاتصال الرباعي لكن اول شيء اذا في اي سؤال على الماضي قبل ما ادخل في هذا الموضوع نرحب بالاسئله والمداخلات. اذا الامور تمام مؤشر رقم واحد على الشات. اول ما يجيني ثلاثة واحد بمشي كويس خلص <applause> مشينا خلينا نشوف الان خلينا على الورقه نكتب انه الاتصال انا شرحت نموذج الاتصال بدي ادخل في اتصال موضوع ثاني نكتب في عندي نوعين من الاتصال الاتصال نوعين اتصال فيربل بيتم من خلال الكلمات وفي اتصال نن فيربل غير لفظي يتم من خلال نبره الصوت ولغه الجسد والمظهر فاذا الاتصال عشان توصل الرساله في فيربل من خلال الكلمات وفي non فيربل من خلال لغة الجسد وبشكل مع بعض إيصال الرسالة عشان هيك أنا قلت أغنى قناة اتصال وجها لوجه أغنى قناة اتصال ليش لأنك شايف المرسل والمستقبل في نفس الوقت ويتم التغذية الراجعة وبتقرأ لغة الجسد وتعدل في ضوء ذلك و وافقر قناه اتصال الاتصال الكتابي لانه انت ما عم بتشوف المستقبل انت ارسلت الايميل وبتستنى يرد عليك فلذلك احنا بنفضل دائما فيس تو فيس وهو الافضل في قنوات الاتصال لكن لا يعني انه والله بدي اهمل ما الكتابه الى اخره موجوده كمهارات طيب لو اجينا قلنا كم يشكل الاتصال غير اللفظي من ايصال الرساله يعني لو قلنا انا بدي الاتصال اللفظي بالكلمات الاتصال غير اللفظي باللغه الجسد لو بدنا نقول بوصل رسالتي بنسبه 100% كم بوصل من خلال الكلمه وكم بوصل خلال لغه الجسد وبدنا نوصل ل 100% من الرساله فكيف نقسمها؟ فيربل ونان فيربل لفظي وغير لفظي وبدي اوصل رسالتي بنسبه 100% مو بيقولوا ومن قال لا ادري فقد افتى <applause> صحيح بس <مس> اذا في محاولات كويس <تص> يعني اذا في فتاوي ولو باتجاه من الرامي الكلمة أربعين ولغة الجسد ستين ثلاث أرباع الرسالة محمد يعني خمسة وسبعين لغة الجسد خمسة وعشرين مؤمنة خمسة وسبعين وخمسة وعشرين من خلال الكلمات كويس أنا مع مؤمنة شخصيا ممتاز إذا عم نشوف إنه الاتصال غير اللفظي عم بيكون في إله يعني وزن أعلى يعني وزن أعلى خديجة 90 و10 للغة الجسد طيب نرفعها كمان شوي هي في البحث العلمي 93% لغة الجسد و7% الكلمات 93% لغة الجسد ونبرة الصوت والمظهر و7% الكلمات فقال لك الكلمات بتعطي الكونتنت ايش عن الكونتنت المحتوى اما لغه الجسد بتعطي الانتنت 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 اهم من الكونتنت مثلا اجي اقول لك انا شكرا بالله عليك هاي شكرا هاي هاي شكرا اللي حكيتها انا من نبره الصوت واضح انا مش شكرا من نبره الصوت واضح انا مش شكرا ولذلك بنعطي دوره للقيادات ثلاث اسابيع الفراسه ولغه الجسد الفراسه ولغه الجسد واضح؟ وبالتالي هي لماذا سميت الفراسه؟ والعرب كان لهم السبق في علوم الفراسه. سميت الفراسه وهي معنى الفراسه قراءه قراءه الباطن من الظاهر. الظاهر هو الجسد والباطن هو ما خفي عنك كمشاعر وفكر لكن من لغه الجسد اقرا مشاعرك واقرا فكرك واعلى درجات الفراسه. وكان عند العرب علم الريافة وهي الاستدلال على المطر قبل قبل سقوطه بدون ما يكون في موجود برودكاستنج وذر لا, 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 لا هذه علوم كانت موجودة عند العرب وأهل الصحراء كانوا معروفين بالقيافة أي تقفي الأثر فكان مثلا يمر مثلا بقول لك اللي مر من هون شخص طويل البنية لكن يعرج قليلا بالفراسة والقيافة والريافة واتقان لغه الجسد واهل الصحراء كانوا متميزين بذلك. بعدين اضعف انواعها هي البادي لانجوج اللي مدرسها تدريس في علم النفس، لكن اقواها في ناس فطريا لغه الجسد عنده قويه. ارجع لاهل الصحراء البداوه القديمه بتطلع عليك بقول لك انت من عائله فلان صح؟ ايه خريب كيف عرف؟ لا وهي فراسه هاي من تقسيمات الوجه. والله من الكف ممكن يعرف من الكف ممكن يعرف. فيقال عن قصة أنه ثلاث أشخاص ثلاث أشخاص كان أبوهم مسمينهم عبد الله عبد الله عبد الله كان بيحب اسم عبد الله فمسمي الثلاثة عبد الله والثاني عبد الله والثالث عبد الله على فراش الموت الأب الآن عم بتوفى فقال عبد الله يرث وعبد الله يرث وعبد الله لا يرث وفى يعني في اثنين بيورثوا واحد ما بيورث هي اتعقدوا هذول الثلاثه قالوا خلينا نروح على القاضي في بغداد مشهور ومعروف بانه هذا عنده الفراسه والكذا، خلينا نشرح له قصتنا يمكن يدل على في الطريق في الطريق مر عليهم بدوي قال لهم شفتوا البعير تبعي؟ قالوا لا ما شفناها يعني ما ما شفناها بعدين قالوا لحظه البعير تبعتك ذيلها مقطوع؟ قال اه بالضبط زيها مقطوع. قال لا والله ما شفناها. الثاني قال له شكلها بتعرج على الشمال صح؟ قال له بالضبط. قال له لا ما شفناها. حتتعقد. ف <applause> قال له طيب الابل تبعتك كانه في عندها مشكله في العين اليمين ما بتشوف كثير. قال بالضبط. قالوا لا ما شفناها. قال له انتم كذابين، امشوا معي على القاضي. قالوا له اصلا احنا رايحين على القاضي. خلينا نروح كلنا على القاضي. فاجى هذا البدوي شرح للقاضي قال له هيك 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 القاضي استغرب قال له انت كيف عرفت انه ذنبها مقطوع؟ قال لما كنت اطلع على الفضلات تبعتها ما كانت باتجاه واحد فهذا دل على انه عم تخرج بطريقه انه فيش ذيل قال له انت كيف عرفت انه يجي لها الشمال؟ قال كانت حجم الرجل تغوص الى اكثر في الجهه اليمين الشمال من اليمين هذا قال له كيف كانت عوره؟ قال على الشمال الامور ماشية صح بس هناك كانت تتوتر قالوا خلص هم صحيح ما شافوا ابلك بس قال لهم انتم شو قصتكم؟ قالوا له والله احنا قصتنا هيك 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 هيك، قال لهم طيب شو رايكم بكره تجينا على المحكمه انا بدي عندي في البيت، فناموا عندي في الليله وبعدين يعني بكره بحل لكم مشكلتكم. في الليل ناموا فهو بعث لهم اكل يعني بعث لهم اكل، فواحد منهم بيقول له بيقول لهم للثلاثه قالوا والله هذا القاضي قاعد بيتجسس علينا، القاضي قاعد بيتجسس علينا. الثاني بيقول ديروا بالكم لا تاكلوا هذا لحم كلاب. لا تاكلوا لا تاكلوا هذا لحم كلاب لا تاكلوا منه نهائي الثالث قال لهم هذا القاضي ابن حرام مش امه الحقيقيه اللي جابته هذا اللي كان على الباب اللي هو بسمع راح نقل القاضي الحديث <applause> راح ثاني يوم القاضي بقول لهم كيف عرفتوا انه كان في حدا بتجسس يعني شو عرفكم انه في حدا بتجسس قال والله يعني حسينا بحركه خارج الغرفه ويعني مش حركة طبيعية قال لهم طب كيف عرفتوا انه هذا لحم كلاب قالوا يا سيدي لحم العجل بيكون من الفوق هو اللي بنحط هذا بس هذا كان العظام من فوق وقال للثالث انت طبعا هو القاضي سأل امه قالت له اه فعلا انت تبنيناك تبني انت مش ابني فاستغرب هو القاضي قال له فثاني يوم له كيف عرفت انه انا قال والله يا اولاد الحلال ما ما بيتجسسوا على الناس اولاد <applause> الحلال ما بتجسسوا على الناس فالقاضي قال اما عبد الله اللي اللي تحدث عن انه في تجسس فيرث واما الثاني اللي تحدث على انه هذا لحم كلاب فيرث واما اللي حكى عن ابن الحرام فلا يرث قالوا له كيف عرفت قال لي انا ما بعرف ابن الحرام الا ابن الحرام زيه فرجع الثلاثه لوالدتهم قالت لهم فعلا ابو هذا الثالث ابوكم كان لقيط وجده لقيط وتبناه واخذه عنده المقصود أنا أقول لك إنه علم الفراسة موجود وفي ناس بالفراسة يفهم وبالتالي لغة الجسد أعطيت أهمية خطيرة جدا إذا أردت أن تفهم فهي مشاعر داخلية لكن لغة تكشف جميع مشاعرك ولو أردت أن تخفيها لن تستطيع لن تستطيع ليش لأنه لغة الجسد إذا خالفت المنطق سيظهر في الجسد التوترات المختلفة ويتم فرز هرمونين خطيرين جدا، ادرينالين وكورتيزول، مش كورتيزون، كورتيزون دواء. كورتيزول وادرينالين ويفرز في مواقف متعدده، مثلا عند القلق والخوف والتوتر والفرح الشديد والغضب الشديد والكذب تفرز هذه الهرمونات تفرز. وكيف تعرف انها عم تفرز في الجسم؟ وبالمناسبه افرازها لفترات طويله يؤدي الى امراض عديده. يعني امراض السكر والضغط وكذا مرتبطة بكثرة إفراز هذه الهرمونات دون ضبطا منها إنك أنت ما تضبطها كيف تعرف أن الهرمون بدأ يفرز بسيطة في علامات لإفراز الهرمون هل تخيل أنت ماشي وطلع لك نمر نمر طلع لك ها خلينا نشوف شو الادرينالين عندك راح يعمل اول شيء تزداد سرعه نبضات القلب لدرجه انك تسمع قلبك هون ها. دن دن اعرف انه الهرمون شغال ايضا بلع الريق بصير صعب بشعر جفاف هون كثير الادرينالين عم يبث المنطقه الاماميه في الراس تحمر وبعدين بصير يعمل هيك ها بصير وفي اعلى درجاته وما بنحب نوصلها على درجاته سكتات وتجلطات وياما ناس توفى على غضب وياما ناس توفى على فرح شديد ومن درجاته العليا العليا الرجل تثقل في الأرض تقدرش تتحرك رجلك فهي إشارات على أنه أنت في عندك خلل عم بصير داخل هرمونات الجسم عم تظهر على الجسد عم بشعر أنا أنه في عندك شيء غلط فهي اللغة يصعب أنك تخفيها طيب في ناس بدرسها عشان يخفيها بس بقول لك بعدين كيف بنمسك وإحنا خلينا مع الناس الطبيعيين يعني خلينا مع 80% من البشر ما بيقدروا يتحكموا في لغة الجسد لكن في 20% بدرسها وبتحكم فيها ولها طريقه للتحكم. لكن احنا انا بقول دائما يعني انت تصرف على سجيتك وعلى نيتك والله هو هذا الصح في الحياه. طيب نشوف بعض الابحاث شو بتتحدث وعن ايش تحكي الارقام. ال موجودة البرزنتيشن؟ اه اه شايفين مكتوب اوكي الان اثبت دراسات العلميه ما يعني انه انت آه نجاحك في الحياه لا يعود الى المهارات الفنيه تدرسها في الجامعه ولا علاقة يعود الى فهمك لنفسك وفهمك للاخرين وبالتالي اوجدوا ان علم الاتصال والتواصل هو اخطر المهارات اللي لازم يتقنها اي شخص بغض النظر عن تخصصه رقيك الوظيفي وصولك لاعلى مناصب ما لها علاقه بالتكنولوجيا والتكنيكال سكيلز لا، والله لها علاقه بالكوميونيكيشن اكثر. و 85% من النجاح اذا يعود الى ذلك، وفي اثنين من كل ثلاثه فقدوا شغلهم، ما عندهم مش قدره على التعامل مع الناس، مع حالهم ممتازين، مع الاخرين ما يتصرف، ما عنده قدره على الاتصال والتواصل. ولغه الجسد اساس رئيسي يعبر عن مكنون ما في داخلك. وبالتالي احنا بنضيع وقت كثير عشان نفهم الناس شو بتحكي الطلع في عيوبنا والله بتفهم شو بحكي واضح يعني احيانا الكلمات لذلك ليش قلت لك انا انه اغنى قناه اتصال وجها لوجه لانه لغه الجسد امامك لما تغيب لغه الجسد انت بتصير بدك تعتمد على الكلمات والكلمات احيانا لا تعني شيء وصاروا الان يعني في وسائل التواصل يحطوا لك الايموجي مش هيك مش صاروا يحطوا الايموجي يعني إن واحد فرحان يحط لك واحد فرحان اه واحد عم يزقف يعني حتى هاي لوثوها يا الله كل واحد فرحان لحاله بس صارت حتى كل هالتكنولوجيا هاي عم تحاول يعني تدبر لك اي شيء وحتى في الايميل اذا واحد معصب بكتب كله كابيتال لتر اه اذا كتب لك اياها كابيتال لتر اعرف انه معصب يعني في الكتابه وإذا كنت و... من الجيل القديم ومو دريان إنه هي معصب تنهال عليك الأحذية من كل حد وأخر. آه, 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 آه صحيح. آه ليش أبكت كابيتال لتر؟ قلت إني آه يعني عم ركز لكم على الموضوع قال يعني لا يعني يوسف لا تأخذوني. يعني هي في إلها بالمناسبة إذا انكتب آه كابيتال لتر زعلان إذا انكتب كابيتال لتر بولد ارتفع درجة الزعل إذا كتبوا بولد أحمر أوعى تمر هذاك اليوم من مكتبه راح تصير لك مصيبة إذا مريت. يعني حتى هاي بحاولوا يفلسفوها بالكتابة وعلوم الكتابة أنا بقول لك أغنى قناة اتصال وجها لوجه وجها لوجه أفضل قناة اتصال طيب خلينا الآن على وراء نكتب إن لغة الجسد أربع لغات لغة الجسد أربع لغات تعابير الوجه حركة اليدين حركة الأرجل والميكست لانجوج اللغة المختلطة أربع لغات والأربع لغات آه، مثلا الوجه له خمس لغات يعني معلش انت صنف الان الوجه خمس لغات لغه العيون لغه الانف لغه الفم لغه الاذن والا بتصير حنجره تخصص طبي انا مش تخصص طبي بحكي انف اذن آه، فم عيون ومختلطه كمان ويدين وارجل ومختلطه، مختلطه كيف يعني؟ انك تدمج الثلاثه مع بعض، واذا تفهم لغه الجسد لازم تكون فاهم المختلطه. يعني مثلا واحد عامل هيك، هيك ايده على خده وواقف هيك وحاطط غير عن واحد واقف لك هيك وفاتح رجليه هيك وبتطلع تختلف فبدك تفهم لغه الجسد بدك تفهمها مختلطه كامله وانقى انقى انقى لغه جسد في الطفوله تلوثت مع مرور الايام والسنوات فصرنا شوي نلوث فيها لكن انقاها في الاطفال، انظر الاطفال بتعرف شو بده من عيونه، والله من عيونه، لانه لغه الطفل نقيه جسدا. ولكن مع الزمن بتصير يعني شوي تتحور. فاخطر لغه لغه العيون يتبعها حركات اليدين. العيون. وبعدين حركات اليدين. ولذلك بقول لك كل شيء في العين كل شيء في العين والله في شويه شغلات في ابو ظبي بس الباقي والله في العين كل شيء في العين اذا اردت ان تفهم انظر في عيون الناس اذا اردت ان تفهم انظر في عيون الناس ولذلك قاعده في الاتصال التواصل البصري التواصل البصري اساس فهم الرساله التواصل البصري اه والله ان قتلنا ثم لم يحينا قتلنا فالعين يعني حتى في الامثله العربيه بيقول لك العيون مغاريف الحكي يعني فيها حكي كثير العيون ولذلك العين دائما تنطق بكل انواع المشاعر بكل انواع المشاعر يعني الحسد والحقد والحسد وين في العين ها هلا العين في لها طاقه فيها طاقه وطاقه شديده جدا هلا انا يعني كنت بعرف انه العين لها طاقه بس ما كنتش مصدق الا لما صار معي فيلم مرتب. كان عندي كورس طويل مع وزاره الداخليه في الامارات لتاهيل قيادات وكان كورس لمده ثلاث سنوات. فاجاني شخص من البدايه قال لي دكتور انا عيني حاميه. عيني حاميه يعني انا بصيب. <applause> قال لي حتى اولادي بيعانوا مني ويعني فانا في محاضرتك بدي البس نظاره سوداء واقعد اخر واحد عشان ما قلت له خلص على يعني على راحتك. في يوم لا انساها، في يوم كنا في ادرس فندق ادرس دبي عم بعطي دوره. طبعا بعد ثلاث سنوات الواحد بينسى يعني فهو قاعد قدام قاعد قدامه وإبالي فانا بحكي وطلعت عليه بقول لي يا سلام يا دكتور يا سلام راح صوتي ثلاث ايام. يعني. صوتي راح ثلاث ايام يعني ونزلنا مدرب ثاني. وقاعد يعتذر هذه حقيقه العين طاقه ولذلك في امثله عربيه يقول لك عين الحسود فيها عو... في حسد في العين <applause> وفي طاقه في العين طيب الغضب يظهر في العين عيونه تتقد شررا شفت التعبير اللغه العربيه عيونه تتقد شررا ضلاله الغضب والحب في العين اه ان العيون التي في طرفها حورا قتلنا كل ما يخطر عبالك والله في العين تمام في العين ولذلك أعطيت العين الأهمية الكبرى من دراسات لغة الجسد طيب آجي لإشي خطير جدا اللي هو الكذب الكذب وإحنا يعني ما في حد بكذب لكن إذا بدك تعرف الكذاب بسيطة أعطيك إشارات الكذب شوف الكذب أول مراحله تبدأ إذا الطفل بكذب بيعمل ثلاث حركات واحدة من ثلاث حركات إذا الطفل بكذب بيكذب بروح عامل هيك أبطل. هذا لانه مسكين بريء لسه طب ليش عمل هيك؟ يعني ليش عمل هيك؟ قال من الله تتدخل اليد للحفاظ على براءة الطفولة فتمنع اللسان من الوقوع في الزلل حفاظا على براءة الطفولة اسكت من الله اليد تدخل عشان تمنع الطفل تحافظ على براءته أو ممكن الطفل إذا ما عملش هيك يخبي عيون أمه ما تطلعي فيه بس خليني أحكي ما طلع فيه كذاب بس هو مسكين بريء يعني مبين او بيروح حاكي وحاط عيونه في الارض انا كذا كذا فهذا مسكين لانه بريء الطفل هيك طيب صار عمره 10 12 سنه صار يكذب يعمل هيك هيك ولما صار مدير حك الانف كذب مليون بالمية الا اذا عنده ربو الا اذا عنده ربو وهي آه وهاي اللي مسكت بين كلينتون في قضيته مع مونيكا لوينسكي في القضاء الامريكي قالوا له مستر بريزيدنت دي يو نو مس مونيكا قال نو واقع مع قضاة امريكيين بدرسوا علم النفس كله لما راجعوا الشريط قالوا الرئيس كذاب جيبوه بعد ثلاث اسابيع بعد ثلاث اسابيع ثلاث اسابيع ما هلا بقول لك كيف تكشف الكذاب اعطيك طريقه فحكي الانف كذب طب ليش حكي الانف كذب اه اعطيك دراسات عند الكذب تتوتر ثلاث عضلات في الإنسان عند الكذب تتوتر أولا القلب الجسد يرفض الكذب للحفاظ على براءة الإنسان أكثر شيء مكروه أن تكون كاذبا فالجسد يرفض فيبدأ القلب تن تن الكذاب لو تحط السماعة شوف نبضات القلب فوق المية وعشرين كذاب وتحمر هذه المنطقة كناصية كاذبة خاطئة لأن يعني اتخاذ القرار هون هذه منطقة اتخاذ القرار عند الإنسان فالكذاب يحتاج طاقة أعلى من الصادق الصادق تحدث بأريحية بس هو تضخ دم لفوق زائد آه يتمدد الأنف فبنوكيو هاي قصة حقيقية فعلا يتمدد الأنف عند الكذب وجدوها بالزوم يعني انت لما تعمل زومينج هون بتتمدد فلما يتمدد غصباً عنك بصير تحكه صار في حساسيه حك الانف مليون في المية كذب مش بالمئة يروح، مليون بالمئة كذاب. وضح؟ الا اذا عنده حساسية انا ما بناقش حساسية او ربو انا بتحدث عن ظروف طبيعية حك الانف كذب. في اشارات للكذب الكذاب لا يستطيع النظر في العين مباشرة الكذاب بالمناسبة لما يحكي معك بتطلع يسار اعلى يسار اعلى ما بيقدر يواجهك لذلك احنا في اللغة العربية متى بتقول لواحد عيني في عينك؟ متى بتستخدم هذا المصطلح؟ عيني في عينك متى بتقول له لواحد؟ لما تشعر انه كذاب صح؟ لما تشعر انه كذاب بتقول له عيني في عينك شوف كيف؟ لان العين لا تستطيع الكذب اما اذا حط عينه في عينه كان كذاب شوف كيف بكمل انا يا اخي شوف موقع عينه شوف العين كيف تتهم يا اخي شوف موقع عينه كذاب وبتجرع الكذب كمان ارجو انه مفردات اللغه العربيه ما تمر بسهوله لغه قويه جدا تعطي كل الاطارات فالعين هي كاشف الكذب الاول وكاشف الحب وكاشف الغضب وكاشف الطمأنينة والراحة. وفي نظرة بنسميها نظرة الهبل. <applause> معروفة نظرة الهبل أو, ال... أو واحد بتهبل ها؟, ها؟ بتكون البؤبؤ هيك بصير زي اللي ضايع. فالعين فيها كل شيء والله. وبعد ذلك يأتي اليدين. لذلك لما تحدثوا عن النون فيربل خلينا نشوف المظلة الكبرى للغة الجسد. طريقة الكلام الواي أوف توكنج لغة الجسد. في ناس مرات بصر على كلمه. انا باكد لكم اه ستريس او بستنى شوي الهيئه الوقوف المظهر مهم جدا لغه الراس وهز الراس وهلا بعطيكم يعني الاشارات المختلفه حركات الايدي مهمه حركات الايدي يعني المصافحه الها منطق في المصافحه والها معاني المصافحه بالمناسبه يعني وما تكون بريء كثير في المصافحة خلينا أعطيك إشارات المصافحة خلينا والله نفتح سيرة المصافحة وأنواع المصافحة خلينا أول شيء في مصافحة بتتم كالتالي إنه واحد بيمسك في إيدك أه وبحط إبهامه من فوق إيدك وبجرك لعنده وبتطلع في عيونك بدون ابتسامة سلام ترامب سلام ترامب ارجعوا الرئيس الأمريكي ترامب شوف كيف كان يسلم كان يحط الابهام من الاعلى ويمسكه في ايده ويجره عنده هيك ويطلع في عيونه بدون ابتسامه وهو سلام السيطره وفرض النفوذ السيطرة على واحد بتمسك ايده من فوق وتحط الابهام بتشده لعندك وطلع في عيونه بدون ابتسامه ولذلك القيادات في جنيف بنعطي دوره للدبلوماسيين في السلام وكيف المصافحه وتحافظ على هيبه دولتك السلام بتحافظ على هيبه دولتك ولذلك لما التقى اوباما مع اردوغان سلم عليه وعمل انه هذا يعني حط ايده من فوق وحاول راح اردوغان شو عمل؟ حط ايده جوا ايده حط هيك ايده فوق ايده قال امريكا جوا تركيا تعال لهم بدون ما يحكوا ولا كلمه بدون ما يحكوا ما بيحكوا ما, بت... ما... على الكاميرات فيش تحكي انت رئيس دوله بس بحركه الجسد تتصرف فهذا سلام السيطره وفي السلام اللي انت تكون الابهام مع الابهام على نفس المستوى وتطلع بوجهه وتبتسم له السلام الودي المنطقي الابهام مع الابهام ها بيكون على موازاته كيف الحال شو الاخبار كيف امورك مع ابتسامه سلام ودي طيب في سلام بيجي شخص بيسلم عليك وبيمسكك من ايدك من هنا من الكتف وبرضه بيسلم عليك مع تواضع وابتسامه بس بيمسكك من هنا ها بالاسفل وبيسلم عليك مع ابتسامه هذا الشخص اعلى منصب من الشخص اللي سلم عليه فلما يمسكك من هون هو لك انا متواضع رؤساء الدول مع ابناء الشعب بسلم عليهم بيمسك ايده كيف حالك شو عشان يعطيه تواضع فدائما مستحيل واحد ابناء الشعب يسلم على رئيس دوله يمسك ايده من هون لا رئيس الدوله بيمسك ايده من هون فصاحب المنصب الاعلى بيمسك الايد من هون وبسلم عليك بايده الثانيه اعطاء رساله التواضع والطمانينه فما يهمك المركز انا متواضع وفي... كمان دكتور الجامعه بتسلم علينا اه اه مو متواضع عشان يخليك ما تخافش <تصحيح> صحيح صحيح كلام سليم فهو هذا بيكون اعلى منصب فبيسلم من هون انه طمانينه وتواضع في سلام بسموه سلام السمكه الميته ديد فيش شيكينج هاندز هذا طبعا uh, لا يمارس عند الرجال يعني الرجال اذا واحد بيسلم علي سلام سمكه ميته ممكن اضربه كفين بصراحه بس عند السيدات موجود كيف بتسلم باطراف اصابعها تعرف يعني تسلم عليها باطراف اصابعها ومرات تكون لابسه كفه كمان يعني انها مش مستن يعني واضح انه هذيك نجسه كثير فهي لابسه كفه وتسلم لو هذا برجال ما بيصير هذا برجال بروح لاخ مكفين شو اللي اصحى معي والله وفي رجال وبي... واسمه والله جيلي شيك اند احنا ما بنسميها ديد فيش بنقول جيلو هذا يعني <تصحى> والله هذا هذا بده شد عضلات تمام تمام هذا الزلمه الناعم بده <applause> <applause> شد عضلات هذا <applause> وفي سلام بسموه سلام المضخه كيف حالك شو اخبارك كيف امورك ان كي شاء الله تمام بهزك هز اه ستيشن سلام المضخه ترى هاد بيكون جاي من منطقه قرويه وبيعاكس البيئه بس هو بيرحب فيك كثير ما تفهمه غلط صح رح ايدك تنشل من محلها بس هو تعبير عن حبه وسروره بوجودك فهم اهل القرى بيعاكس البيئه تبعته كيف حالك شو اخبارك من زمان ما تمام فهذا موجود ايضا سلام وفي سلام شفته مره واحده في الامم المتحده كان عندنا دوره في تنزانيا في أروشا جوا هيك و... وكان تدريب عندهم فشخص سلم علي بس مسكني من هنا يعني من هنا واضح ما سلم علي بالايد مديت ايدي انا بدي اسلم مسكني من هنا استغربت سالت الاشخاص اللي معي قالوا اه هدول جماعه سلاح هذول جماعه سلاح هو خايف انك انت تمد ايدك من ورا تسحب مسدس ويمسكك من هون عشان يثبتك خلص هي يعني بتكون الترديشنال صارت عندهم فالسلام له معاني طيب مثلا انت مع اصدقائك ممكن تمسكه يعني بتحط ايدك على كتفك حول عنقه وكذا وهيك وترحل هذا سلام مع الاصدقاء ممتاز هذا في رؤساء الدول او محاوله سيطره الدوله على الدوله هذا هذا إيه. وايضا اوباما كان يخبص شوي مع فيدل كاسترو كوبا حاول يمسكه ويرجع على اليوتيوب وشوف حاول يمسكه ويحط ايده هيك قال له شيل ايدك شيل ايدك انت ما بتسيطر على كوبا وهي اشاره وفي صوره ارجعوا لها للقذافي واقف على يمينه حسني مبارك وعلى يساره علي عبد الله صالح ماسكهم هيك وهو قاعد بتصوروا هو بيقول لهم مصر مصر واليمن تحت قبضة ليبيا وبتصوروا الثلاثة بعض هو بيضحك بس القذافي كان خطير في لغة الجسد خطير من أخطر الزعماء في لغة الجسد كان القذافي ومن درسه في علوم القيادة عشان نحذر من بعض الإشارات اللي لازم تفهمها يعني وإلا أنت بتدفع ثمن فإذا لغة الجسد تتحدث دائما فإذا حركات الأيدي shaking hands أيضا جزء منها الرموش والرمش والعين تعابير الوجه كلها ايه زي ما حكينا ايضا السلام طب الكلوزنس ايش الكلوزنس؟ القرب المكاني معلش ترسموا لي ثلاث دوائر جوا بعض واحده صغيره وواحده وسط وواحده كبيره ثلاث دوائر هاي بسموها الدوائر الفضائيه للانسان الدوائر الفضائيه للانسان هي دوائر وهميه طبعا الدائره الكبيره معلش حط لي نصف قطرها من مترين لثلاثه نصف قطرها الدائره الكبيره من مترين لثلاثه هاي للغرباء بسموها الفضاء الاجتماعي امم ليش انا بقول لك السوشيال ديستانسينج مترين اه او متر ونص فالفضاء الاجتماعي هدول هذا الفضاء الاجتماعي للناس الغرباء يعني ناس ما بتعرفهم ورسميين كثير معك لازم يضلوا على بعد المترين اذا دخلوا على اقل من ذلك بهددوك انت تشعر بالتهديد مع انه ممكن هم مش قصدهم بس الانسان مع الناس اللي ما بيعرفهم كثير بدنا نحافظ على الاطار الرسمي للعلاقه بالديستنس اللي هي 2 متر اول اراوند الدائره الوسطى لزملائك زملائك اقارب درجه ثانيه ثالثه عادة متر وعشرين لمتر ونص والدائرة الصغيرة للعائلة فكلما زغرت دائرة التقارب الجسدي كان الشخص أقرب إليك كل بعدت كان في تباعد اجتماعي فهي بسموها your own space يعني فضائك الشخصي ايضا الضحكات لها معنى الله هاي ضحكه وفي ضحكه من القلب وفي ضحكه استهزاء وفي قهقهه وهكذا اذا لغه الجسد آه بدك تفهمها وبدنا نعيش متغيراتها كلها حتى نستطيع فعلا ان نتقن الشيء الكثير عنها طيب خلينا نشوف هذول طبعا هابينس بالاي هون خطا املائي يعني طيب هذا اللي فوق على اليمين واضح شو حكايته مسكين يمين اعلى شوف كيف القرف الدسجستنج كيف تندل عليه الحاجبين الانف اه وطعجه من هون عند الشفه هذا قرفان اللي في الاعلى وسط هذا يعني مرتاح شو اه في ارتياح شوف الخوف كيف البؤبؤ يتمدد والحاجبين بيطلعوا للاعلى طب شو الفرق بين الفير والسربرايز يعني بين التعجب واحد متعجب وواحد خوف نحن عم نشوف نفس السلايد لا انا قلبت مبين الوجوه عندكم آل ولا مش مبين آل. اه خلص طب خلينا نعمل هاي مرة ثانية هيك اوكي يا yeah. اوكي ممتاز وزي ما حكينا هابينس بالاي مش بالواي تحت طيب هذا اللي يمين اعلى مبين انه قرفان صح يمين اعلى شوف ممتاز. كيف الطرف اه طيب اللي في النص هيك هيك يعني سعيد مش كثير بس مطمئن يعني هيك بس شوف الخوف كيف شوف الخوف كيف البؤبؤ والحاجبين فسؤالي انا شو الفرق بين الخوف والتعد والاندهاش زي السربرايز هذا على اليمين بالاسفل مع انه الاثنين آه. في الاندهاش حاجب حاجب اعلى حاجب اسفل في الخوف الحاجبين الاعلى يمكن مش دقه تلاحظها بس هي هيك ولن تستطيع ان تتقنها الحاجب لحاله بتصرف هاي لغه لا اراديه في السعاده شوف كيف بينت الاسنان البيضاء الاسنان البيضاء تبين انفتح الوجه صارت الامور شوف هذا حزين مسكين حزين والله بحزن شوف كيف الحزن وهذه عليه شوف الغضب كيف يقترب هذول الاثنين من بعض فاذا الوجه يظهر كل شيء ولذلك التواصل البصري هو الاساس وعشان هيك انا بقول لك كل شيء في العين والله كل شيء في العين طيب النظاره السوداء مش عشان الشمس والله ما كان لها علاقه بالشمس اللي اخترع النظاره السوداء المخابرات والمؤسسات العسكرية لإخفاء لغة عيون رؤساء الدول النظارة السوداء أول ما طلعت ما طلعت لها علاقة في الشمس ولا في الشمس هي بدعة بعدين قالوا طب شو رأيك نبيعها عشانها بتزبط في الشمس يعني خلينا نجيب من وراها فلوس وخلي الناس تصدق وبس هي أول ما طلعت طلعت في السياسة والهدف منها إخفاء لغة جسد السياسيين والعيون هلا تأكد أنت لما تلبس نظارة سوداء بتصير ثقتك بنفسك أعلى صح؟ لما تكون لابس نظارة سوداء ما حدش شايف عيونك تزداد ثقتك بنفسك ولذلك بعض الناس بيلبسها عشان بس ما يظهر لغه المشاعر لانه انت لما تكون حاط نظاره سوداء انا لغيت كل لغه العيون عنك البادي جارد بالشخصيات الرئيسيه يكونوا لابسين نظاره سوداء عشان يكون شايف الناس كيف تتحرك وهو مش, مش شايفين هو شو عم يفكر حتى تكون الدنيا شتا بس لابس نظاره سوداء ف هاي كلها تقنيات ودائما المؤسسه العسكريه المؤسسه العسكريه تطور قبل المؤسسات المدنيه، يعني الاشياء اللي بتشوفها الان حاكين فيها من 30 سنه بيكون المؤسسات العسكريه دائما. يعني حتى هاي التكنولوجيا والروبوتكس بيحكوا فيها من 30 سنه و40 سنه، بس هلا بدهم يطلعوا لك اياها. وهيك دائما شان المؤسسات العسكريه دائما. تفكر 30 سنه قبل الاخرين. فاذا لغه العين هي اللغه الناطقه بكل شيء. حركات الايدي ايضا يعني نيجي للجزء الاخر، هلا اذا واحد واقف، واحد واقف وحاط ايديه هيك اه شو معناها؟ هيك هيك هاي لغه معناها انه انت متحفظ مش منفتح لسه يعني العلاقه كثير رسميه حاطط آه، حاجز بينك وبين الاخرين لا يمكن لاصدقاء يوقفوا مع بعض هيك الاصدقاء بيكون ايديهم على جنب ومنفتحين وكنا نشوف في المؤتمرات العالميه لما يطلعوا مثلا بريك الناس ما بيعرفوش مع بعض ليه واقفين هيك كلهم هيك, هيك. آه؟ فبعرف انه العلاقه رسميه جدا بينهم لكن الناس واقفين مع بعض هيك عادي معناته اصدقاء بيعرفوا بعض فهاي يعني بسموها زي كانه امامك حاجز شيل الحاجز انفتح الى اخره تمام وايضا في اليد لما تشير هيك طلب المساعده والمعونه وفي سلام هتلر معروف سلام هتلر هتلر او هتلر كلكم تحت انا فوق اه الدكتاتوريه العظمى وكل الناس تحت وهو فوق طيب اذا واحد حط اصبعه على خده هيك استاذ رشد تقريبا الله. التفكر التامل التمعن في شيء تمام بهذه الطريقه فاليد تدل على شغلات كثير طيب اذا واحد واقف وحاط ايديه ورا ظهره ايديه التنتين ورا ظهره واقف. الها معنيين بصراحه اذا واحد حاط ايديه ورا ظهره وواقف اما استعدادا لشيء يعني احنا كنا نشوف لما يجي الطلاب يناقشوا رسائل ماجستير بيطرح اول شيء الباوربوينت وبعدين بوقفوا هيك يلا احنا جاهزين اسالونا في الاستعداد او هذا الشخص مشرف يعني هذا اذا بدنا نروح ندفع الفاتوره دائما في شركات الاتصالات بشوف مين اللي حاطط دي ورا ظهره بعرف انه هو مشرف المعرض كله بروح عليه مباشره والله عليه على السريع اه لانه هو بيعتبر حاله سوبرفايزر شو عم تسوي هون؟ شو خلص من ايديه وطريقه لفته الايديه بعرف وخلص داري تروح عليه فالايدين ورا الظهر طيب الحك المستمر واحد بضل يحكي بضل يحك مستمر اه مش جرب يعني هذا نستثني <applause> نستثني الامراض يعني واحد بضل يحك وهو بيحكي كذاب ابن كذاب هذا الجسد يرفض يرفض ظلي بتلاقي اللي بيصير عن الناس اللي بيشتغلوا في التسويق في منتجاتهم مش مقتنعين فيها تعرف هذا المسكين اللي بيشتغل في ش... في تسويق منتجات هو مش مقتنع فيها بس حزين رزقته في لسانه مش هيك يعني هو رزقته في لسانه فبدو يعني طري شوي وبتلاقيه المشكله اللي بيشتغل في التسويق في الشركات التعبانه بتلاقيه بيستخدم والله العظيم يا اخي ما حدش حلفك انت ليش عم تحلف ليش ليش عم تحلف بس هو شعر انه كذاب فبحاول يحلف لحاله حتى تلاقيه لما يرجع على البيت والله يا اخي انت مع اهلك مع زوجتك دير بالك مالك اصحى تمام <applause> <applause> فهذول كثير منهم وجدوا انه بيصيبهم بهاق من كثر الاحتكاك يعني اللي بيشتغلوا في الماركتينج في منتجات تعبانه في عندهم البهاق هذا من كثر الحك نتيجه كل طول النهار وهو بيكذب ها أه؟ وانا شو بعمل معهم هذول تبعون الماركتينج الي طريقه معهم مرتبه جربها أه اذا بدي اوقف يعني انا عاده بشوفهم من بعيد أعمل حالي بحكي تليفون اه يعني انا بمر عنه خلص بعدين ضيع لي وقتي بس اذا ولا بد يعني بدك توقف معه تطلع في عيونه اطلع في عيونه في عيونه ها أه؟ واسال السؤال التالي بالله عليك في منك عنده في البيت منا شاري منه انت بالبيت بالله عليك شاري منه في البيت وشوف يا يا حبيبي علي بتشوفه بالعيون ها اه اه, ايش آه آه ها؟ <applause> فالكذب يعني دمار فدائما لغة اليدين الجلوس كمان الجلوس يدل على شغلات كثيرة هلا لصق الكاحلين مع بعض يعني واحد قاعد لصق الكاحلين مع بعض قاعد كذا يعني هو نوع من ايش شوي هيك خجلان وكذا زي بتعرف هذا الكيوت تعرف الشخص الكيوت معروف الكيوت عاده حزين الكيوت بيكون ميوت <applause> يوجوالي الكيوت بتلاقيه ميوت أه طيب اذا واحد يعني رجل فوق رجل مع حركه هذا هذا زهقان كل شوي بغير يا اخي الله. خلص افرج افرج عنه طولش عنده في القعده انت واذا تباعد في الرجلين انفتاح وارتياح فيعني كل شيء دائما لغه الجسد تدل على الكثير من الامور ما في و... عندك ولا واحد عدل دكتور من إيه؟ و... ما في ولا واحد معدول وقابل. لا هذا الانفتاح في الانفتاح وارتياح <applause> لا 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 اللي يا اللي ترتاح يا راكبت راكب هموم الله يا اما ضايق خلقه عم يطلع من <applause> مين بتوظف من هدول دكتور اذا اجاك مين بتوظف من هدول عندك اذا من هدول كلهم اللي طلعوا هون شوف هلا مثلا الثالث هذا اللي بطلع يمين اعلى يمين اعلى عم بتذكر شيء يسار اعلى كذا فهذا يمكن في مقابله وظيفيه عم بتذكر هذا ممكن يكون في مقابله وظيفيه عم بتذكر هاي اللي حاطه رجل هيك الرابعه شوي يعني عندها ثقة بنفسها بس برضو شوي خجولة بس عندها ثقة بنفسها يعني بوظفها هاي اذا مش لانها وحدة لا 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 تفهمونيش غلط الله يرضى عليكم أنا بحكي <applause> عن دلالات الجلوس ها <applause> دلالات الجلوس هذيك زهقانة هذيك آخر وحدة ملل ملل واضح إنه ملل ف... والأولاني عم يقول لك يا ربي أنت بده يخلص أه الأولاني هيك متوتر شو اللي أه عم بفكر متوتر قلق بالضبط بالضبط والله الجسد طيب قلنا لك اللي بحك انفه كذاب مع درجه ماجستير في الكذب الا اذا عنده ربو ها أه؟ كذاب كذاب هيك هذا. طيب اذا واحد حكيت معه او هو عم هو بيحكي اللي بيحكي شد دانه هو بيحكي وشد دانه هيك شو معناها هو عم بيحكي وفجاه ايده سوت هيك يمكن ما تشوفها كثير بس هي اخفاء امر ما مش كذاب اعطاك نصف الحقيقه ارجع هو معه في الاسئله بطلع الحقيقه فكانوا عم بقول لك لا تركز معي لا تسمعني اه ما تركز هيك الجسد لحاله بتصرف الجسد بتصرف لحاله بدون اي تدخل منك طيب اذا واحد قاعد وكل شوي بطق على الطاوله هذا زهق طلعه برا قله الصبر بده يطلع هو يمكن ما يسمع ماكش الصوت بس عم بيعمل طيب اذا واحد قاعد وعم بيلعب بالقلم هيك قاعد وانت عم هذا وبيلعب بيعمل بن فيدلينج بيلعب بالقلم شوي فتح القلم وصار يكتب او صار يعمل تك 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 هيك يكبس اه شوي صار يرسم اوه هذا اول ما بلش هيك اول شيء شوية ملل فتح القلم وصار يكبس ارتفع الملل صار يرسم بيكاسو افتح الباب وروحه زي هيك من كل, كل كلامك من اشارات القلم من اشارات القلم فخلينا لغة الجسد يعني لغة تنطق بالكثير طيب طيب إذا واحد أنت بتحكي حك عنقه وعادة سبحان الله بحب ثلاثة أو خمسة مش واحدة يعني أنت حكيت شيء هو عمل هيك يا ثلاثة يا خمسة جربها هلا ما تحاول تجربها هلا عندي بس أنت بحياتك لاحظها بحك ثلاثة أو خمسة ليش؟ قال لك والله ما فهم معلش تعيده بدون ما تحرج يعني بدون ما تحرجوا عيد له ما فهم فانت شرحت شيء مرات بتصير معنا بشوف طلاب عمل برجع بعيد اللي شرحته بس باسلوب ثاني عشان يفهم علي. اه كانه بقول شو بحكي هذا ما فهمت انا. فبرجع انا بعيد له باسلوب مرتب عشان يفهم، فحك العمق ثلاث الى خمس مرات يعني شك وريبه فارجع انت ظبط الامور عشان يعني توصل له الرساله ويكون فهم عليك. فاذا لغه الجسد عم نشوفها يعني في كل مجال من مجالات حياتنا ولا يمكن إهمالها يعني 93% مما يحدث صراحة هي يعني لغة الجسد طيب واحد قاعد وبهز رجليه بضل يهز في رجليه وقاعد شو ماله هذا؟ يعني قاعد وضل يهز في رجليه متوتر متوتر جدا متوتر متوتر فانت اعمل ريلاكسيشن اعطيه كاسه مي هيك عشان تروقه يروق خلص روق روق بس فكنا نشوفها بالمطارات يعني بالمطارات كيف بعرف انه هذا طائرته ترانزيت مش وان ديستنيشن بكون في مرات واحد مسافر رحلتين هذا اللي بهز رجليه انا بكون متاكد انه عنده ترانزيت يلا أنت بدنا نسافر نروح لاتيتا فباجي بقعد جنبهم كنت اجي بقعد جنبهم ترانزيت مش هيك اه اه كيف عرفت أقول لا لا ما انا ترانزيت زيك فلغه الجسد والله تنطق لوحدها يعني جرب انت بس حاول بس بالله عليكم ما تبش تبلشوا بالازواج والزوجات الليله الله يرضى عليكم انا بعطيكم هاي عشان تطبقوها برا إنساني العيله اه وتيجي تقول اه لا الدكتور قال لي الدكتور راح تصير تسب عليك وتدعي علي الله يرضى عليك انا عم بعطيك عشان انت تستفيد مع الاخرين لا تبلش في اهل البيت خليك في حالك بلاش تبلش في اهل البيت ف اذا احنا حولنا دائما لغه الجسد هي الاساس اللي ينطق دائما ونعطيه حقه طب مين اقوى مين اقوى او خلينا نيجي لشخص بده ياخذ اجازه تمارضيه بتعرفوا الاجازه التمارضيه معروف شو معنات اجازه تمارضيه يعني هو مش مريض بده اجازه تمارضيه مين اسهل وجها لوجه مع المدير ولا بالتليفون ولا ايميل مين اسهل بده ياخذ اجازه تمارضيه هو مش مريض بس ياخذ اجازه تمارضية. ايميل ايميل شوف الايميل ما احلاه الموضوع اجازه مرضيه بسبب ابصل كذا ها حضره السيد فكلنا اياها باليو ان في ان سيرتيفايد ليف خلص بتقول له آه بس, بس, بس يعني ساعدونا <applause> ما نكذب كويس بس هو فعليا اسهل على الاشخاص ليش بيجي بكتب حضره السيد المدير العام تحيه طيبه بعد اشاره الى اصابتي بمرض مرفق طيه مش عارف كذا الى اخره ارجو التكرم بمنح اجازه اسهل طيب مين بعدين اسهل اكثر على التليفون ياخذ الاجازه ولا وجها لوجه؟ لو اسهل شوي، هلا الايميل اسهل وحده بعدين طيبين. على التليفون يعني على اصعب شيء وجها لوجه لانه مبين كده. ما في شيء 100% التليفون شوف كيف التليفون ها ألو. خير مريض اجازه طلع لي كلمتين مريض واجازه خلاص خلص خذ اجازه ها هي. <applause> اما وجها لوجه اه شوف الان وجها لوجه كاتب اجازه تمارضيه المدير العام رفع راسه وحط عينه في عينه بالله عليك مريض حلفتك بالله مريض يلا خليه يجاوب م? انا بقول ليش الانسان بيكذب اصلا يعني ليش ليش الواحد يحط حاله ليش تكذب اصلا والله في شيء داعي تكذب الصدق من جاء أه فلذلك بنقول دائما اغنى قناه اتصال وجها لوجه، اغنى قناه اتصال واضعف قناه اتصال في التواصل لانه ما فيش فيها تواصل هي الكتابه. وهذا الفضاء الشخصي اللي تحدثنا عنه. طيب شوفوا لي شو شايفين في الصوره واعطوني فكره من وراء الصوره. والله استغبناه اليوم اوباما كثير ان شاء الله. ما تكون <applause> استغابه تكون استغابه <applause> ان شاء الله خير. <applause> في شيء في الصوره بالصورتين يعني بدل على شيء اللي مع ما اوباما قاعد بحس كانه بايده مش متوتر او شيء او تحت ضغط موضوع معين امم لا انا بدي كيف انا يعني خليني اوضح بدي شو العلاقه بين الصوره الاولى والثانيه بيعطوا شيء في السياسه يعني في شيء بين الصوره الاولى والصوره الثانيه بالاولى عم يحكوا مع بعض وبالثانية عم يحكوا مع الاخر من الخارج هيك حسيت انا اه بس لاحظ قال لك في السياسة قلد رفيقك في السياسة عشان تبين انه انتم فريق واحد الجاكيت لورا الاثنين هدلاك حاط ايده الشمال كذا واليمين لفوق لاحظ نفس الحركة بسموها الميرورينج لاحظ الاثنين اللي تحت ميرور ولا مش ميرور ميرور ايده الشمال وايدها اليمين وكذا كيف ماشيين وهدلاك نفس الشيء فبقول لك في السياسة أعطي نفس الحركة لتعطي التوافق والهارموني للآخرين وضحت؟ إعطاء الهارموني بأنك نفس الحركة الميرورينج والطفل أول ما يتعلم أي شيء بالنسبة له الوالدة هي الميرور فيقلدها في كل شيء لأنه هي بالنسبة له القدوة فالميرورينج منهج في القيادة السياسية حتى تعطي رسالة أنه إحنا متوافقين تماماً بنفس الاتجاه بنفس كل شيء حتى المشي على السجاد الاحمر له منهج للعلم يعني. واللون الاحمر هو لون النفوذ يعني لغة لغه الجسد مربوطه بالالوان الاحمر لون النفوذ لاحظ السجاد الاحمر لرؤساء الدول عمرك شفت سجاد اخضر لرؤساء الدول <applause> سجاد احمر هذا كان يمشي على كان كان شوي عنده جميل كان، كان. جميل. آه بس لا برضه كان يعني الكتاب الاخضر موضوع صحيح. <applause> يعني انا دكتور اول مره زاد الاحمر بالذات يعني ليه اللون الاحمر؟ اللون الاحمر لون النفوذ بعتبره بعتبره اللون الاحمر لون النفوذ الازرق لون الرسمي والصفاء الابيض لون الهدوء شكرا دكتور تمام فهلا يعني لاحظ لاحظ ترامب ترامب اه ترامب كان يلبس دائما قرافه حمراء لاحظ نعم مش نعم. عشوائيا لا لا فيش عشوائيه عند ترامب القرافه الحمراء تعكس النفوذ تعكس نفوذ ولون نفود. الحزب ولون الحزب آه طبعا الدموري. طبعا وزائد صحيح ولازم كمان تكون البدله رسميه اما اسود او ازرق وازرق غامق مش ازرق فاتح هذا اللون الرسمي اللي شيء عني هلا انا انت لما قلت لي ماذا تقرا انا رحت كثير على المضمون شفت اوباما وما عم بقدر اتذكر مين ال... يعني ما عم بقدر هذا الرئيس وزير خارجيته او وزير يمكن الخزانه اي دونت نو اي دونت نو شفت هدول الاثنين هن اثنين حتى البوستشر تبعهم عم يطلعوا بنفس الاتجاه كانه عم يحتووا موضوع عم يحكوا فيه بنفس قدر الاهتمام وشفت ببرنس هاري وميغان انه هن عم يحاولوا يعطوا صوره للاخرين الجمهور موجودين وهن معهم ما قريت صح. فيهم ولا شيء بس انا عندي مشكله انا ما م. بشوف تفاصيل يعني انا okay. تبع الامور العامه انت بيج بيكتشر اورينتد تماما فبالتالي حس يعني حسيت انه انا بدي فكره افهم تعطيني اه تعطيني الفكره اه اه لا شك, شك انت كلامك صحيح يعني هناك رساله رساله عم يعطوني اياها بلبسهم فتخيل كم رساله ضاعت علي بهالقد صحيح 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 بس هو انت كلامك صحيح اذا ادخل في التفاصيل يمكن هذاك عم شو موضوع في السياسه الداخليه هدول متفاعلوا مع الجمهور بس انا اذا اربط الصورتين مع بعض ماذا تعني الرساله هي الميرورينج يعني هي موضوع الميرونينج في إيصال الرسالة في السياسة كثير مهمة وبالتالي هي بالنهاية تفاعلات بين ثلاث أمور قلب، عقل، جسد قلب، عقل، جسد هي تفاعلات النفس البشرية ودائماً أي شيء يبدأ أولاً أولاً يبدأ بالدماغ أولاً يبدأ بالدماغ بعدين بتفاعل القلب بعدين حزين الجسد بفرغ يعني ويبدا كل شيء في الدماغ يعني آه حكيت لكم انا عن قصه النمر ولا ما استغربنا النمر <applause> اي واحد منهم <applause> حكيت لما نشوف لما نشوف لما نركض ولا ولا نواد اه حكينا صح تبع اذا طلع لنا رم... نمر بالطريق نضل واقفين أيوه. ما راح يقتلنا بالضبط حكينا فيها صح هي الفكره الفكره خلينا نستغيب النمر بطريقه ثانيه. <applause> احنا الان في غرفه مغلقه قاعدين هيك في 30 شخص في غرفه دخل نمر وسكر وراه الباب. دخل نمر وسكر وراء الباب. في الغرفه في طفل صغير صغير بيبي بحبي ما عمره شاف نمر فالدماغ خالي الصوره الذهنيه من النمر. فورا شو الشعور؟ الفضول يعني خلينا ننتقل للقلب لما تكون الدماغ خالي من الصوره الذهنيه القلب بعطي الشعور بالفضول الشعور بالفضول بيرفع هرمون الادرينالين يعني حتى الادرينالين يرتفع في الفضول النمور والاسود والذئاب والكلاب والقطط والدببه حساسه جدا لهذا الهرمون وبتشم عن بعد 32 كيلو في دراسات الزولوجست وبالنسبه إلها يستثيرها معناتها وجبه مشاوي جاهزه وينها فالطفل لما شاف النمر الفضول الجسد اقتراب إذا سلوكه فأنا بسميها فكر شعور سلوك فكر شعور سلوك فاقترب فمسكين دفع الثمن وفي واحد زي حالاتنا النمر موجود عنده في الذاكرة صح فأول ما شافه حيوان مفترس درن درن بلش القلب الخوف والقلق والتوتر حاول الجسد يهرب وين نهرب احنا على الطابع عشرين فدفع الثمن وفي مدرب نمور قاعد معنا آه مدرب النمور كم نمر مر عليه في حياته مدرب نمور اول ما شاف النمر عادي الشعور هدوء طمانينه ولا في ادرينالين ولا ما يحسدون هي جود مورنينج تايجر كيف حالك حبيبي انت وحسس عليه وضل طالع هو الوحيد اللي هرب مش هرب يعني شوف الطمانينه بالقلب بتخلي الجسد صح بس مشكلتنا في الدماغ كيف ببرمجه احنا مشكلتنا في دماغنا ترى سيطر على الدماغ قبل ما دماغك يسيطر عليك نصيحه وما ترد عليه كثير طبعا <applause> انا بقول لك القلب هو القائد هاي كل دراسات بتثبت لك انه القلب هو القائد وهو اللي بيتحكم والجسد حزين مفرغ والله الجسد مسكين عم بفرغ كل هاللي بيشوفه من القلب والعقل عم بفرغه على شكل اشارات معينه تخرج في الجسد على شكل سلوك معين فمن هون جاءت يعني فكره لغه الجسد دكتور مو هلا في دراسات اكيد انت ادرى فيها بتقول انه عم يقدروا يعملوا مثل مثل طرقات سريعه نيورو هايويز بالدماغ ليغيروا ارتباطات فكره بمشاعر معينه وعم يستخدموها كمان بتذكر بوحده من من ندوات الاداره اللي اللي عملوا لنا اياها انه اذا في شخص فلنفترض عندك مشكله معه ابدا ارجع حاول تفكر بشكل ايجابي تحلل هالمشكله تحاول تحلها معه لتغير مشاعرك تجاهه صح. وعلى هال... وعلى هالاساس بتقدر تغير كثير من علاقاتك بس انه all has to do with the neurons انه can يو كان اوبن نيو وايز ان يور برين تو كنترول ايموشنز يعني صحيح. لقيت, لقيت شغله مذهله لانه فيها شيء علاقه بالفيزيولوجي مش انه واحد عم يتكهن يعني لا لا صحيح صحيح ومداخل الناس قلوب يا سيدتي مداخل الناس قلوب فاذا فتح لك القلب فتح الدماغ واذا رفضك القلب والله بتحكي بمليون منطق ما حدش رح يسمعك مزبوط،, مزبوط فالمداخل دائما تاتي من حاله الشعور هذا حقيقي وحتى هم وجدوا في دراسات انه القلب في خلايا ذاكره المرتبطه بالحب والمشاعر والقيم والموهبه واما خلايا الدماغ مربوطه بالمهاره والتعلم تمام فالقلب نعم كثير خلينا نعمل هيك شويه اشارات واعطوني شو معنى الاشارات كويس يعني راح نعطي شويه انا اعطيت شويه اشارات نعطي كمان شويه اشارات هيك في لغه الجسد يعني طيب واحد كل شوي عم بتطلع في الساعه، انت عم تحكي انت متحدث وهو كل شوي بتطلع في الساعه. إلها معنيين عم بتطلع في الساعه، شو ماله؟ يعني مستعجل بس بده الوقت يخلص او زهق من الحكي ومال اه ممتاز اذا هم شغلتين يا انه عنده موعد معين عنده موعد معين فهو بده يخلص عشان يطلع يروح عليه او ملل طب كيف تعرف انه ملل ولا عنده موعد ولا اسهل منها اساله كم الساعه اذا رد عليك كم الساعه بالضبط اعرف عنده موعد اذا رجع تطلع ملل شوف الان عم بفعل الاتصال بلغه الجسد والاسئله عم بحاول افهم فمناظره الساعه بين الحين والاخر اما ملل فرجع اساله كم الساعه مش راح يعرف يجاوب راح يرجع يطلع او عنده موعد راح يعطيك بالضبط انه الساعه والله صارت 20 و41 دقيقه مثلا فهاي طيب كمان احنا حكينا في اشارات الانف وحكينا باشارات الاذن طيب المشي المشي بخطوات سريعه وطويله جيت انت لو واحد تفضل عندي فاجاك بخطوات سريعه وطويله بده يخلص بس تدل على الثقه واثق الخطوه يمشي ملكا واحد اذا بخطوات مش مستقيمه وكذا هذا متوتر متوتر وليش جبته لعندك انت فحتى طريقه المشي طب واحد بيحكي وراسه الى الاعلى يتحدث والراس مرفوعا الى الاعلى هي يعني كمان هذا الافتخار يفتخر بشيء هلا تخيل ابنك جاب الاول على الصف تعرف كيف راح يوقف جاب الاول على الصف اول شيء راح يرفع راسه فوق راسك اصلا انا انا طلعت الاول على الصف طب افرض راسب في خمس مواد كيف راح يبلغك؟ اذا اجى يعني يبلغك. <applause> اول شيء شوف راسه في مزل. الارض راسه في الارض بعدين شوف المصطلح هناك قال لك انا طلعت الاول هلا هون رسبونا رسبونا استخدم الباسيف فويس المبني المجهول هناك انا طلعت الاول يا اخي الافتخار الانسان بل بل هذا عندما اخفاء جريمه بيلجأ المبني المجهول بتلاقي اطفال بيلعبوا كره انكسر الازاز برا في الحديقه بروحوا بركدوا الازاز انكسر إيه؟ طب ليش مش انا كسرت الازاز لأنه في جريمه فالانسان عند الجريمه بيستخدم الباسيف فويس المبدي للمجهول لاخفاء الجريمه واذا كان بده يفتخر في شيء يا اخي المب... انا طلعت الاول على الصف ورافع راسه لفوق ف لغه الجسد حكينا في السلام حكينا في المشي وحكينا ايضا في هز القلم في اشارات يعني انا برضو بالفراسه بالفراسه لها علاقه كثير بطبيعه النشاه والتربيه يعني المناطق الاشخاص اللي ولدوا في مناطق صحراويه عندهم انفتاح عندهم انفتاح فبتلاقي عندهم فراسه طبيعيه اللي في المدن نتيجه الهاي رايز بيلدينج هاي فيش في افق اصلا يعني ما في افق لذلك كثير من علوم الفراسه تدرس في في مع القبائل يعني القبائل انا رحت زرت كثير قبائل في رحلاتي وكنت فعلا استغرب من منهجهم كيف بيعرف اهل القبيله كلها من يعني او مرات اطفال بتطلع في وجههم هلا حتى اشارات الوجه في مثل الوجه المربع بدل على شيء الوجه المستطيل الوجه الدائري المجه, الوجه شبه المفلطح الوجه المثلث تمام فهي كلها وجوه وبتدل على شغلات كثيره يعني الوجه ينطق عن الانسان ب بسمات معينه حتى في علاقه بين الشخصيه الجينيه اللي انت ولدت فيها مربوطه بشيء بسموه علوم الشخصيه الجينيه الفطريه. يعني علم الرقم كمان علم كبير جدا بالمناسبه وله دلالات كثيره. يعني اكثر رقم بسموه الرقم اللي يحتوي اليونيكنس كلها ما هو برايك؟ يعني هيك مميز هذا الرقم في يونيكنس مش رقم واحد رقم تسعة جرب أضرب رقم تسعة في أي رقم بيطلع المجموع تسعة دائما جرب تسعة في ثلاثة سبعة وعشرين سبعة واثنين تسعة تسعة في أحداش تسعة وتسعين تسعة وتسعة تمنتاش تمانية واحد تسعة وثنين. تسعة, وثنين. تسعة, وثنين. تسعة يعود على نفسه دائما بعدين بيجي الثلاثة والستة

علم الرقم علم خطير جدا بس احنا يمكن ما بننتبه له ففي اشياء بسموها علوم النفس الجينيه الفطريه اللي هي مرتبطه بشخصيتك الرقميه مش تبعت الديجيتال مش تبعت الون ماسك ولا علاقه فينا بتحدث عن هاي اللي اكتشفها العلماء القدماء تحدثوا في علم الرقم والشخصيه الرقميه وكيف انه انت بالمنظومه الارقام تقدر تستنتج امور كثيره جدا يعني محور طويل ان شاء الله يعني نبقى نشوفه في مجال اخر. طيب اذا هاي بالنسبه للغه الجسد خلينا الوقت المتبقي نفتح الاستفسارات والاسئله حتى يعني نسري الحوار. وان شاء الله بنشوفكم في شيء له علاقه في النمط السلوكي يعني النمط السلوكي هذا طويل شوي. دكتور عم بعمل ريز هاند ما عم يطلع عندي يا عم بعمل ريز هاند. دقيقة مش عم بشوف. ما عم يطلع عندي أنا كمان ما عم ببين. أه بدي أسأل تفضلي تفضلي ما دام صرت حاكي تفضلي. بالنسبة للأرقام أنا بعرف إنه رقم واحد هو المميز إنه إنه بقولوا على طول إنه خليك مثل رقم واحد ما تعطي حدا أكثر من قيمته أو هيك شيء. أول مرة يعني الرقم. هذا موضوع تاني، موضوع تاني أنا بحكي هون عن الشخصية الجينية الفطرية، وما في أهمية للرقم بقدر إنه يعني أنت ممكن تكون رقم ثمانية، ما في علاقة للرقم في الشخصية الجينية الفطرية، بس أنا تحدثت عن علم الرقم كيف مترابط كتير أول مرة بعرف بهالمعلومة كتير حبيت آه لا لا لها علاقة بنمط الشخصية يعني، شخصية رقم تسعة بسموه صانع السلام شخصية رقم ثمانية القائد وكل شخصيه لها مراكز اهتمام ومراكز خوف ومراكز حوافز يعني مربوطه كثير هاي بي. ان شاء الله من بس هاي تبع رقم ورقم في علاقه مع رقم تاريخ ميلادك للعلم ينطبق على 70% من الاشخاص يعني اجمع تاريخ ميلادك ينطبق على 70% من الاشخاص بس اجمع تاريخ ميلادك كيف يعني؟ اللي ما عنده مشكلة <applause> يعطيني تاريخ ميلاده بنجمع له دكتور أنا 8 آذار 2002 8 آذار لحظة 8 و 3 11 2002 إيه دكتور 8 و 3 11 11 و 2 13 13 و 2 15 5 و 1 6 أنت شخصيتك رقم 6 رقم 6 شخصية عميقة في المشاعر لكن عندها أسرار كثيرة وما بتحب تشاركها مع الناس هذا وصف عام وصف عام بس بحب اقول لك بعض جماعه بيكتشفوها بس بحب اقول لك انه في بعض جماعه بيكتشفوا الاسرار <applause> اه طبعا طبعا لا اكيد انا مؤمنه بنعرف على شو عم نحكي هلا <تكتشفوها تصفيق> <تكتشفوها> <applause> <applause> في ناس اعطانا تواريخ وصار شو بلح عليهم على اي حال يعني كل شخص يجمع رقمه يجمع رقم عرفنا كيف نجمع؟ تجمعهم كلهم مع بعض يعني ريت يكون عندنا سوسوم هيك خاصه بالارقام اكتوبر 2 عندنا 2 اكتوبر 2001 يعني 2 10 2 و 1 3 و 0 0 يعني 3 3 و 2 5 5 و 1 برضه شخصيه رقم 6 نفس الطريقه شخصيه عميقه جدا شخصيه رقم 6 هلا هذا ينطبق على 70% بس ممكن الشخص يكون شخصيته رقم 6 جناحها 7 او جناحها 5 اللي قبلها يعني <applause> لغة الجسد أفضل مرجع أفضل مرجع في لغة الجسد ل ألين وباربارا بيز مترجم إلى العربية لأن يعني هذول الشخصين اشتغلوا 30 سنة في لغة الجسد 30 سنة اشتغلوا في لغة الجسد ألين أند باربارا بيز فأرجو شراء كتابهم هم أكثر الناس يعني طب دقيقة إيه بس بدي ضروري أحكي تليفون معلش لحظة شباب وصبايا لبين ما يرجع الدكتور طارق ممكن من هلا نكلف حدا يكتب شيء عن هالحلقات الثلاثه اللي حضرون يعني اللي منكم حضر وقدر يستفيد انا مع الاسف كان عندي نفس مشكله بشار السبت الماضي ما قدرت انضم ولا بطريقه وقفت الانترنت عندي بالشام لا طلعت ولا نزلت فممكن عشرين مره صرنا قايلين انه اللي بيحضر شغله وبيستفيد منها رجاء حطوها ببلوغ بتحبوا تحطوها بالعربي من ترجمة بتحبوا تحطوها بالإنجليزي منحطها بالإنجليزي يعني بضلني عم شجعكم لأنه هذا الشيء بيروج لحملاتكم بيو بيو بيورجي هذا بي و... أنا خلص منيح وأنا كأني شفت أنه آلاء كمان كانت حاطة شيء على, ال... على سلاك آه... آه... فهلأ من إلا من, من للدكتور أنه آه... اهلا وسهلا ومرحبا دكتور بشار نحن عن راما عندها جلسه بعد سبع دقائق فممكن تاخذ الزوم ما عاد نقدر نطول فيه اكثر بس يعني اذا في اي شيء ثاني مبدئيا قلت لهم نكتب ونخلي بس سبع دقائق لتقول اللي بدك تقول لهم اياه تمام تمام اكيد يعني احنا من من ناكد على انه التعليم المستمر صار هو منهج الحياه والانسان لا يتوقف عن التعلم ودائما في اشياء جديده بصراحه بالحياه واستمرار رحله التدريب يعني انا ما بسميها تدريب بقدر ما هي اكتساب معلومات واخذها على الواقع التطبيقي والعمل التطوعي صراحه هو عمل جدا يعني بخلي النفس البشريه متالقه لانه اكثر اكثر قيمه في الحياه مهمه جدا هي العطاء لما تشعر انك انت يعني انت امتحن نفسك هل في العطاء بتكون مبسوط اكثر ولا في الاخذ وهذا محك كثير مهم يعني عم تشعر انه انت العطاء بيشعرك بالسعاده اعرف انه انت انسان ماشي صح في الحياه فخلي العطاء قيمه والعمل التطوعي قيمه ومجتمعنا العربي انا اقرا الخير فيه دائما وكل هالمحكات يعني اللي عم بتصير في الاخير لازم لا يصح الا الصحيح هذا مؤكد يعني مع كل هالبلاوي اللي عم بتصير وصرنا يعني 10 ولا 20 سنه من مأساة إلى مأساة لكن برضو لا يفقد الأمل لا يفقد الأمل وطاقات الشباب هي الأساس في الوصول يعني إحنا خلاص راحت علينا لكن نأمل في الجيل القادم أن يعيد البوصلة والهيكلة بحيث فعلا تكون يعني الأمور بالاتجاه الصحيح بإذن الله تعالى بإذن الله. ذكرتني والدتي مؤخرا دكتور بمقولة كتير حبيتها تعزى إلى علي بن أبي طالب ما بعرف إذا مزبوطة بتقول حاجة الناس إليك من نعم الله عليك صحيح. وحقيقةً إذا بتفكر بهالمبدأ وبتحس حالك أنك قادر تعطي أحياناً بيجي معاها حماس قد يكون مو بالضرورة موضع ترحيب من الآخرين بيعتبروه كأنه تدخل بال... بال... بالإسباس فيتال تبعهم بمجالهم بالأسف. الحيوي مع الأسف وأنت لا أصد تت... تت... تتمريس عليهم ولا تعلمهم بس من المنطق اللي أنت عم بتقوله بالنهاية صحيح. أي حدا مننا بيقعد بيحط 3 ساعات مثل ما حضرتك عم بتحط بإنسان عنده هالكم من العمل العصر. اللي قاعد فيعني في يعني اكيد نحن ما المقصود فينا غير انه اذا بنقدر نعطي شيء من الذمه آه اللي حسينا آه انه الحياه عطتنا اياها فما نكون قدينا صحيح المال. جزء يعني من اللي بنتمناه من يعني لانه الجيل والله مظلوم يعني الجيل مظلوم جدا والفرص المتاحه ضعفت شوي لكن ايماننا بانه روح الفريق الواحد وانه كلنا لازم نكون يعني نقدر فعلا انه نساعد هذا اكيد وبسعدني انه نضل يعني احنا يعني برضه عندنا والله بتمنى والله بتمنى حنتركك مننا وتنسانا شوي بس والله طيب وحياه خلقك ما بفارقك خلص <applause> ممتاز احنا يعني بعد 15 اثنين انا برضه بكون <applause> خف علي <applause> اللود ان شاء الله <applause> ان شاء الله <applause> الف شكر ويعطيك الف عافيه وسلم يسلم فمك وايديك وعقلك وكل عفوا الله يبارك فيك بالتوفيق أهلاً الله معك باي شكرا للجميع على الحضور